في الفضائية قناة 7 للتلفزة التونسية ملعب 7 نوفمبر لرادس، أو درة المتوسط في لقاء هو في حد ذاته حدث لقاء الترجي والإفريقي ديربي العاصمة وتقليدي كرة القدم التونسية في نسخة هي 102 في تاريخ لقاءات الفريقين. ديربي العاصمة انطلق في المدارج قبل ما تلتحقوا بنا، وإذا باعتبار الأزيج والصور واللوحات الجماهيرية المتعددة سواء في مدارج الإفريقي أو الترجي، هذا دخول اللاعبين على أرضية الميدان دقائق قليلة قبل انطلاق هذه المقابلة الحدث. إذا اللقاء منتظر جدا باعتباره أنه يفتتح مرحلة الإياب، باعتبار كذلك وجود الفريقين في الترتيب العام. الذي الإفريقي المتصدر صاحب بطولة الخريف ومرحلة الذهاب، والترجي المنافس المباشر على الألقاب، وكذلك الملاحق المباشر للنادي الإفريقي في المركز الثاني. أكيد حدث منتظر، واللقاء الأجواد بين النادي الإفريقي والترجي، ومباشرة إلى التشكيلتين. البداية بتشكيلة النادي الإفريقي في حراسة المرمى علي بومريجل، خالد السويسي، شكري الزعلاني كظاهرين، في المحور محمد علي الخرزول وبيير نيانكا، في وسط الميدان لسعد الورداني، ويسام بن يحيى، أسامة السلامي، وكذلك زهير الذواتي متأخر نسبيا في الرواق، وثنائي الهجوم موسى بوكون وكذلك زهير الذواتي. وأمامكم تشكيلة النادي الإفريقي اللي دربها الفرنسي برتران مارشان. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي في حراسة المرمى، حمدي القصراوي، مراد المالكي في الرباط الأيمن، علي صار، معين الشعباني في المحور إلى جانب العربي جابر، في وسط الميدان سيفر المحسوبي، كمال زعيم، أحمد الحامي، نعيم بالرباط، أمين الطيب، وشكيب لشخم. هذه التشكيلة اللي اختارها المدرب الفرنسي جاكي دوغي بيرو في ملاقاة النادي الإفريقي. بالنسبة للعناصر الاحتياطية على بنك الاحتياط في تشكيلة النادي الإفريقي، شمس الدين الرضواني، أنيس العامري، برهان غنام، محمد علي الغرياني، ماهر عامر، وليد الهيشري، وحلمي لصيب. الاحتياطيون في تشكيلة الترجي محمد الزوابي، حمزة زكار، زياد البحيري، أيمن منافق، أحمد بن يحيى، وسلام القزداوي. طاقم تحكيم المباراة من مصر بقيادة الدولي عصام عبد الفتاح، يساعدوه كل من تيسير أبو السادات ومحمد عبد الحليم. الحكم الرابع التونسي عوزة ترابلسي، ويراقب المباراة عبد الحميد عمامو. هذه الفكرة عن تشكيلة الفريقين قبل ضربة البداية. كما ذكرنا به منذ قليل هو الحوار رقم 2 بين النادي الإفريقي والترجي في إطار البطولة، وبعد قليل ستعطى إشارة انطلاق المباراة. حوار إذن رقم 2 بعد 100 بين الترجي والإفريقي منذ إذن انطلاق المسابقة موسم 55-56. تبقى دائما لقاءات النادي الإفريقي والترجي التونسي تجلب الجماهير العديدة، تحيي المدرجات سواء في ملعب المنجا أو ملعب 7 نوفمبر برادس. إذن الملعب كما قلت عبد الرحمن يعني من الآن تقريبا 60,000 متفرج يتابعوا في لقاء النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي المستضيف في لقاء اليوم هذا المدرب برتران مارشان، أكيد الدربي يعني له شيء الكثير باعتباره أنه أعطى طابع للنادي الإفريقي. مازال ينقص فقط الخروج بنتيجة الدربي وكذلك النسيان هزيمة الكأس الأسبوع الفارط. الإفريقي خرج من رابطة أبطال العرب وخرج كذلك من كأس تونس، بقاله فقط لقب وحيد يلعب من أجله هي الرابطة المحترفة الأولى. الترجي التونسي مازال يلعب على كل الألقاب، أجندة الترجي مازالت كما هي باعتباره أنه ترجي مترشح في الكأس، يلعب من أجل البطولة وكذلك يلعب من أجل كأس إفريقيا تنطلق مغامرته الأسبوع القادم. هذا المصري عصام عبد الفتاح حكم هذا اللقاء، حكم يعرف جيدا ملعب 7 نوفمبر برادس بما أنه كان شاهد على ترشح على المنتخب التونسي للنظير والمغربي يوم 8 أكتوبر 2005 بنفس هذا الملعب إلى مونديال ألمانيا. إذن حكم يعرف البطولة التونسية كذلك باعتباره أنه أدار لقاء الترجي والنادي الرياضي سفاقس لحساب بطولة هذا الموسم. انتظار انطلاق المباراة المتأمل في التشكيلتين، يلاحظ إقحام اللاعب المغربي مصطفى بيضوضان في تشكيلة النادي الإفريقي في المقابل مدرب الترجي. أمامكم على الشاشة الفرنسي جاكي دوغي بيرو خير عدم التعويض على المهاجم المغربي هشام أبو شروان لأسباب فنية بحتة، يعني مدرب الترجي رأى أنه أبو شروان غير جاهز لمباراة اليوم ضد النادي الإفريقي
وبالتالي نجدوا المهاجم المغربي أبو سروان خارج القائمة وانطلاق المباراة. ضربة البداية للنادي الإفريقي من أسامة سلامي، كرة طويلة حلمي نصيفة وزهير الثوادي، وضربة ركنية للنادي الإفريقي هي الأولى منذ انطلاق المباراة. 14 ثانية والنادي الإفريقي يتحصل على كرة ثابتة بعد تدخل مراد المالكي مع زهير الثوادي. زهير الثوادي وسام بن يحيى في التنفيذ مرفوع، و ثم موسى بوكونغ وكذلك سعود محمد علي الغرزور امامنا، كذلك بيير نيانكا سعد في هذه الكره الثابته. بيير نيانكا المدافع الكاميروني هذه الاعاده وسعود كل من نيانكا ومحمد علي الغرزور، والكره جانبيه ضربه مرمى للترجي. حمدي القسراوي هو اللي مشي تولى التنفيذ، مرفوع الكرة ترجع من وسام بن يحيى، سيفال المحشود باتجاه نعيم بالرباط، نعيم بالرباط إلى مراد المالك في المحور عربي جابر، مرفوعة طويلة أمين الطيب، وثم إشارة من الحكم المساعد الثاني تيسير أبو السادات يشير إلى تسلل ضد أمين الطيب. ثنائي هجوم الترجي أمين الطيب وكذلك شكيب لشخم في هذه المباراة. تنفذ المخافة من شكري الزعلان في المتابعة العربي جاب أمام الذوات. مراد المالك، مراد المالكي نعيم بربط والكرة في التماس للنادي الإفريقي. شكري الزعلان إلى سعد الوردان، ثم مخالفة يتفتر الحكم عصام عبد الفتاح إلى تدخل العربي جابر مع مصطفى بيضوضان. مصطفى بيضوضان في أول ظهور لي في تشكيلة النادي الإفريقي من مواليد 18 جوان 1976، 31 عام لمهاجم النادي الإفريقي. بينما الكرة ستعود بكرة ثابتة، ثم شكري الزعلاني يخلي الكرة السلامي تنفذ ترجع مرة أولى من معين الشعباني، والركنية الركنية الثانية للنادي الإفريقي في ظرف دقيقتين منذ انطلاق المباراة، دائما في نفس الزاوية. ومرة أخرى وسام بن يحيى، وسام بن يحيى يرفع الكرة في القائمة الثاني، الغرزول هذه المرة يقول كرة والمتابعة ترجع من الدفاع، فرصة افتتاح التشكيل للنادي الإفريقي والمتابعة من الدفاع. يرجع الهجوم للترجي من الطيب وتدخل مصعد الوردي يضع الكرة في التماس. إذا التماس الترجي الريالي التونسي نلعب تقريبا دقيقة ثالثة، النادي الإفريقي من زوج كرة ثابتة من زوج ركنيات، إذا يخلق الخطر في مناطق الترجي الريالي التونسي. الكرة الآن لصلاح الترجي في منطقة الإفريقي، تمشي لكمال زعايم يحضر للطيفي محاولة المرور يسترجعها دفاع النادي الإفريقي. وسام السلام يحاول يطول الكرة من بيضوضان للجهة اليسرى للذوادي، وبعيدة تمشي تماس لدفاع الترجي الريالي التونسي. ديربي واعد ينطلق يعني منذ البداية، النادي الإفريقي يتحصل على ركنية بعد 35 ثانية، الدخول في صميم الموضوع منذ البداية، هذا ما نتمناه طبعا. برشا كرة برشا فرجة وكذلك المتعة في ديربي واعد بالإثارة والتشويق بين النادي الإفريقي والترجي. المخالفة لهجوم النادي الإفريقي بعد التدخل الأخير من مراد المالكي، هذا إذا المغربي بيضوضان يتحرك نشيط منذ الدقائق الأولى لهذا اللقاء. ننتظر تنفيذ المخالفة للنادي الإفريقي، الكرة الثابتة من اختصاص أسامة السلامي. نلعب الدقيقة الرابعة من هذه الفترة الأولى، أسامة السلامي في التنفيذ طويل الكرة وبدون صعوبة الحارس القصراوي. الحارس القصراوي في بداية هذا اللقاء. الكرة إلى مناطق النادي الإفريقي في اتجاه من الطيف، من الطيف الموجود في محور دفاع النادي الإفريقي، ثم أحمد الحامي من الجهة اليمنى يوزع على المالكي في مناطق الإفريقي، ترجع بالقرزول وإبعاد، إبعاد للتماس، يحاول يخرج من مناطق الترجي الريالي التونسي في هذه اللحظات بعد زوج ركنيات متتالية للنادي الإفريقي. نلعب في مناطق النادي الإفريقي مجيء فوق مخالفة قريب عصام عبد الفتاح من النقطة الأخيرة، هذا نعيم بالربط اللي مستفيد من المخالفة. حوار بين نعيم بالربط وشكري الزعلاني والمخالفة للترجي.
اذا مخالفه للترجي في مناطق النادي الافريقي، مخالفه جانبيه. منتظر التنفيذ اشاره الحكم سعود اذا المعين الشعباني، وترجع من الاسعد الورتاني الى المنطقه اللي انطلقت منها الكره، مجيد الورتاني في مناطق النادي الافريقي، ثم بيير نيانكا وشكري الزعلاني، وسام بن يحيى، كره للترجي مجديد، التوزيع في مناطق الافريقي، التحضير والتسديد، وعلي بومنيجل يتدخل، علي بومنيجل في اول كره اختيرها للترجي في هذا اللقاء، خمس دقائق ونص، الكره للترجي في مناطق الافريقي. اللقاء قلت ان واعد منذ البدايه، وعمليات خطيره من الجانبين، علي بومنيجل في اول ايقاف حاسم لكره كانت اختيرها بالنسبه للترجي. هذه الإعادة، التمهيد من معين الشعباني، ونعيم بالربط هو صاحب التسديدة، وتألق علي بوميجل في هذه الكرة، ضربة مرمى للنادي الإفريقي، تنفذ بوسط الميدان، الوردان مقطوع الكرة من شكيب لشكمة وأحمد الحامي، والإنذار الأول، الإنذار الأول لمسعد الورداني. الانذار الاول بالمباراة بعد ست دقائق على انطلاق اللقاء، الحكم المصري عصام عبد الفتاح ينذر متوسط ميدان النادي الافريقي لاسعد الورداني. ضربة مخالفة للترجي، يتولى تنفيذها معين الشعباني، مرفوعة من معين الشعباني، امين الطيف، الترويج في ظهر الدفاع، الطيف يفتح زاوية تسديد، التمهيد لنعيم بربط، نعيم بربط يعمل مراوغة، تصطدم بشكري الزعلاني، قبل التماس يخلص زهير الذوات، زهير الذوات المتابعة من مالكي، نصفه بذودان، وضربة مخالفة، ضربة مخالفة للنادي الافريقي، اندفاع بدني كبير إلى حد الآن، وتدخل كان من نعيم بربط أمام زهير الذوات ومراد المالكي، يتحصل على إنذار، هو الثاني منذ انطلاق المباراة، انذار لاسعد الورداني منذ قليل في تشكيلة النادي الافريقي، والان الحكم عصام عبد الفتاح ينذر مراد المالكي، ضربة مخالفة للنادي الافريقي، شكري الزعلاني يتولى التنفيذ، يلعب قصيرة مع محمد علي القرصون إلى حارس مرمى علي بومنيجل، علي بومنيجل، بيير نيانكا، ويسام بن يحيى، خالد السويسي، خالد السويسي يلعب في الرواق، موسى بوكون كويلا، رمي التماس للترجي، امامنا موسى بوكون، ويسام البكري في تنفيذ التماس، مقطوعه من الاصعد الورداني، موسى بوكون يخوها الكره، مصطفى بيضودان، بيضودان، ويسام بن يحيى، ويسام بن يحيى، موسى بوكون، والتدخل من معين الشعباني، تصطدم في بوكون، والتماس للترجي، وسام البكري هو اللي مشيت ولا تنفيذ التماس، يلعب مع شكيب الاشخم، الاشخم للبكري، مرفوعه كمال سعيد، كمال سعيد، والتدخل من وسام بن يحيى، والحكام يكون ضربه مخالفه للترجي، وسام البكري هو اللي مشيت ولا تنفيذ ضربه المخالفه، يلعب قصيرة مع معين الشعباني، معين الشعباني منقولة بالعرض في محور دفاع الترجي، العربي جابر، العربي جابر يرفع كورة، نعيم بربط، والتغطية من محمد علي الغرزون يخلي الكورة ضايعة، ضربة مرمى للنادي الافريقي في توقيت تسعة دقائق منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل دون اهداف بين الفريقين الى حد الان، زوز فرق خلقوا فرص سانحة للتسجيل، زوز ركنيات للنادي الافريقي بصفة متتالية، وتدخل دفاع الترجي، وفي الدقيقة السابعة تقريبا كانت تسديدة من نعيم بربط صدها الحارس علي بومنيجل، ترجع الكرة من شكري الزعلاني، فيلا في الدفاع، ثم العربي جاب يرفع كرة كما جات في دفاع النادي الافريقي، شكري الزعلاني من جديد يطول كرة لمصطفى بيضودان، الترويج والمتابعة من العربي جابر، العربي جابر بودودان، والتماس من نادي الافريقي، حسب اشارة الحكم المساعد الثاني يشير الى انه التماس للنادي الافريقي،
اذا تماس النادي الافريقي في توقيت 10 دقائق لعب من هذا الشوط الاول. كما قلت نوف اللقاء اذا نتلقى بقوه زوج مرسل النادي الافريقي ثم كان كره خطيره لترجي الريال التونسي وايقاف علي بومنيجل زوج انذارات اذا في 10 دقائق لعب كره النادي الافريقي جانبيه والحارس القصير او يدوس صعوبه في القائم الاول. قلت اذا اللقاء بدا بقوه في 10 دقائق اولى شفنا فيها الانذارات وفرص التهديد بدون يعني جس نبض مباشره. لقاء الافريقي والترجي هجومي منذ البدايه كره في وسط الميدان وسام السلامي وعبد الحامد توصل عمليه للنادي الافريقي وسام بن يحيى يروض وسام بن يحيى ثم ياخذ كورته الاسعد الورتاني ترجع له من جديد كره منقوله بالعرض تمشي لغرزول خليل الورتاني في وسط ميدان النادي الافريقي للبيضوضان المغربي ثم كره طويله من جديد وسام السلامي يحاذر البيضوضان ويدخل الحارس القصراوي المغربي كان بامكانه ادراك الهدف في اول لقاء له في الوان النادي الافريقي والحارس القصراوي يوقف كره الهدف في 11 دقيقه لعب تدخل حاسم كذلك من حارس الترجي عمليه سريعه يعني الفرص تتتالى في هذه الدقائق الاولى لاعاده العمليه وسام السلم يحضر البيبوبان طليق امام الحارس والقصراوي بالرجل اليسرى اذا يؤجر الاهداف الى حد الان بعد كره كانت خطيره النادي الافريقي من جديد بوكونغ والحارس القصراوي من جديد سريع هجوم النادي الافريقي في هذه اللحظات اذا اللقاء مره اخرى نتمناه باش يكون هجومي والى حد الان نشاهد في فرص عديده للتسجيل كانت عمليه خطيره للنادي الافريقي تعود من حارس الترجي الى مناطق الافريقي الورتاني ضايعه الطيب ما ياخذهاش ولما وسط ميدان النادي الافريقي يستفيد من المخالفة مرة أخرى إعادة على ذكر بيضوضان آخر مقابلة فاز فيها الإفريقي ضد الترجي كانت في موسم 97 كان بحضور المغربي كاماتشو إذا بيضوضان يذكر إذا حبايب النادي الإفريقي في المغربي كاماتشو لحد الآن والكرة تمشي بدون صعوبة في حارس الترجي حمدي القصراوي طريق اللعب إذا من حارس الترجي في هذه اللحظات في هذه المقابلة حدث كنت مهمة جدا بالنسبة للإفريقي بانتصاره ينجم يعمق الفارق والترجي لو يتوصل الخروج بنقاط المقابلة فإنه سيوزع الأوراق من جديد ولو أن المقابلة ما هيش مصيرية ما هيش حاسمة باعتباره أنه مسير فما 12 جولة على نهاية السباق لكن إذا المقابلة في حد ذاتها بطولة خاصة لأنه ديربي إذا عنده أسراره وكواليسه وعنده ميزاته بين الترجي والإفريقي المخالفة لأحمد الحامي في وسط الميدان اذا بعد تدخل الاخير من وسام بن يحيى عصام عبد الفتاح يعرف جيدا الملاعب التونسيه قلت وكان يتمنى كذلك باش يدير الديربي ديربي العاصمه بين الترجي والافريقي اعاده اذا التدخل الاخير امام احمد الحامي حوار مهم في وسط الميدان التوزيع الى مناطق النادي الافريقي معين الشعبالي من الجهه اليسرى ثم يتدخل اذا الدفاع الافريقي عن طريق خالد السويسي ثم بوكونغ للابعاد وصل وسام بن يحيى ضغط اذا المحجوبي تبقى وسام بن يحيى يرجع لخالد السويسي يطور الكره باتجاه بيضوضان وبعد ذلك ياخذ الكره العربي جابر ثم اذا تتواصل العمليه امام انظار المصري عبد الفتاح ترجع من جديد شكيب نشكر ترجع الى محور الدفاع الترجي عربي جابر احمد الحامي اذا تبادل كروي في مناطق الترجي احمد الحامي من جديد الى العربي جابر العربي جابر الجهه اليمنى والحارس اذا ترجع للحارس حمد القصراوي طويله الكره الاخيره اذا يتخير لعيب بالبط رجع الكره للحارس القصراوي الى مناطق الافريقي من جديد ثم خالد السويسي بالضغط هو المخالف للدفاع النادي الافريقي في 14 دقيقه لعب من هذا الشوط الاول اعاده لتدخل خالد السويسي شكري الزعلاني محمد علي الغرزور طويله من الغرزور في اتجاه بوكون معها الحامي ما توصلش يقطعها لاعب الترجي وسام البكري ثم من جديد شكيب الاشقب وتماس النادي الافريقي في مناطق الترجي الريالي التونسي التماس الافريقي في الجهه اليسرى لدفاع الترجي خالد السويسي وسام بن يحيى في منطقة ضيقة يراوغ يمر يتجاوز يوزع في القائم الأول ترجع من معين الشعباني تمشي تماس من جديد من هجوم النادي الإفريقي
طلب السويسي وتدخل وسام البكري وضربة مرمى للترجي. ضربة مرمى للترجي في جولة تنفيذ الحارس حمدي القسراوي. أدركنا ربع ساعة منذ انطلاق مباراة النادي الإفريقي والترجي الذي تونسي، دائما التعادل تنادي بين الفريقين رغم وجود عديد الفرص السانحة للتسجيل من كلا الفريقين. ترجع كرة في وسط الميدان، سيف على المحجوب يلعب طويلة من الطيف، أمين الطيف وخروج علي بومنيجب في توقيت سليم. علي بومنيجب أمام أمين الطيف، رجع الكرة بسرعة زهير الذوادي، التغطية من مراد المالكي، ثم العربي جابر، مرفوعة من العربي جابر في اتجاه كمال سعيد، ثم نعيم بربط، سيف على المحجوبي، ترجع المراد المالكي، مراد المالكي يلعب في الرواق، كمال سعيد، كمال سعيد أمامه الغرزو للتوزيع في الرياضي قلب ميزي، وثم انذار أكيد، ثم انذار لمس كرة باليد من أمين الطيب، أكيد الانذار الثالث في المباراة والثاني في تشكيلة الترجي. كانت عملية تمويلية من مهاجم الترجي، هذه الإعادة مع خالد السويسي استعمل اليد اليسرى من الطيب، والحكم عصام عبد الفتاح متفتت إلى حد الآن إلى الجزئيات الصغيرة جدا في هذه المباراة. مخالفة ضد مهاجم الترجي من الطيب، علي بومنيش لوبش ولا التنفيذ، مرفوع الكرة خرجة من معين الشعبان في دفاع الافريقي، ثم محمد علي الغرزون يخلي الكرة في التماس، شكري السعلاني يمشي للتنفيذ مع محمد علي الغرزون، محمد علي الغرزون يرفع كرة زهير الدواد باتجاه أسامة السلامي، سلامي للدوادي لكن مقطوعة من العربي جابر، كرة خارج الميدان، رمي التماس للنادي الافريقي. شكري السعلاني يولي بشيت ولا التنفيذ إلى الخلف لمحمد علي الغرزون، غرزون يرفع كرة مع صعود السعلاني في الرواق، التوزيع كما جاءت من السعلاني ضايعة، ضربة مرمى للترجي. ضربة مرمى للترجي بشيت ولا التنفيذ الحارس حمدي القسراوي، عبد القسراوي منتشر المباراة إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى من خلالها 7 أهداف، وهذه هي رابع مباراة أجوار للحارس حمدي القسراوي. مرفوع الكرة مباشرة الحارس النادي الإفريقي علي بومنيجم، يلعب بسرعة مع محمد علي الغرزور، أسامة السلام في اتجاه الزعلاني، والكرة طويلة رايحة رمي التماس للترجي، نفذ من مراد المالكي، سيف على المحشوب، نعيم بربط، نعيم بربط، اعتماد وسط ميدان النادي الافريقي على الضغط على حامل الكرة، نعيم بربط توصل لامين الطيب، امين الطيب يكسب الكرة، ترجع لوسام بن يحيى، وسام بن يحيى مطفى بذودان، مر والتغطية من العربي جابر إلى حارس مرمى حمدي القسراوي، حمدي القسراوي يرجع الكرة، نعيم بربط الترويض مع وسام بن يحيى ويربح مخالفة، يربح مخالفة متوسط ميدان الترجي. حوار كبير إلى حد الآن في وسط الميدان في ظل وجود عديد اللاعبين في هذه المنطقة، وسام بن يحيى، لسعد الورداني، أسامة السلامي في تشكيلة النادي الإفريقي إلى جانب عودة موسى بوكونغ للمساندة، وكذلك في المقابل نلقاو كمال زعيم، نعيم بربط، أحمد الحامي، وسيفان المحلوبي في وسط ميدان الترجي. هذا ربما يفسر أنه حوار كبير جدا في هذه المنطقة بين عناصر الفريقين. ترجع كرة النادي الإفريقي، مرفوعة من شكري الزعلاني في اتجاه زهير ذوادي، مقطوعة من دفاع الترجي، خاصة سيف على المحجوب، سيف على المحجوب مرة أولى ثم ثانية، يقطع كرة مقطوعة من غرزور، محمد علي الغرزور، وسام بن يحيى، يسعد الورداني، حكم يخلي الأسبقية، يسعد الورداني، شكري الزعلاني، شكري الزعلاني، والكرة مباشرة في التماس، وتدخل الحكم عصام عبد الفتاح. إذن التماس قلنا إذن بعد مرور تقريبا 20 دقيقة الإعادة للقطة الأخيرة،
المخالفة وليس تماسك للحكم المصري، يقر المخالفة الحكم المصري عصام عبد الفتاح. الكرة تستكمل أمين الطيب لصالح الترجي الرياضي التونسي، يضيعها الغرزور، يخرج له نشكم الغرزور مجيد يسترجع، يسترجع الكرة باتجاه الحارس عليهم من جهة التماس، كانت عملية خطيرة، يضيع الغرزور الكرة على مستوى 30 متر سريعة من الطيب، ثم كان التدارك في الأخير من دفاع نادي الإفريقي وإبعاد الكرة للتماس، تماس الترجي الرياضي التونسي بهذا اللقاء التكتيكي، يعرف بعضهم جيدا المدربين من جهة جاكي دو كيبيرو ومن جهة أخرى بيرترون مارشان، هو الدربي بكل العناوين. دربي العاصمة بأقدام تونسية بين الترجي والإفريقي، هو دربي المدربين الفرنسيين كذلك بين بيترو مارشان وديكي بيرو، وهو دربي لو أحضر فيه إذن بوشروين المغربي لكان فيه كذلك حضور لاعبين إذن من المغرب. إذن هذه كلها عناوين لمقابلة لحد الآن متعادلة سلبيا بين النادي الإفريقي المضيف والترجي الرياضي التونسي الضيف على ملعب رادس، ملعب رادس اللي ما نهتمش فيها الترجي لحساب البطولة، ملعب رادس اللي ما نربحش فيها الإفريقي لحساب الرابطة المحترفة الأولى. هذا ما يخلي إذن السيناريوهات كلها مفتوحة ويخلي إذن المقابلة لحد الآن قوية، ولو أنه الأهداف ما زالت غايبة بعد مرور 22 دقيقة لعب. هذا حمدي القسراوي يوقف الجدار إذن الدفاعي الحائط البشري دفاع الترجي في كرة ثابتة للنادي الإفريقي عن طريق أسامة السلامي بنفس الطريقة، يرفع في محور الترجي والرأسية تمشي إذن ركنية للنادي الإفريقي، ركنية للنادي الإفريقي بإشارة من المساعد الأول محمد عبد الحليم. إذن طاقم مصري إذن يقود عصام عبد الفتاح بمساعدة من محمد عبد الحليم وتيسير أبو السادات. إذن هذا معين الشعباني اللي كان وراء اللقطة الأخيرة إعادة للعملية، كرة تلمس معين الشعباني تمشي ركنية للنادي الإفريقي، ننتظر إذن التنفيذ من جديد وسام السلامي في تنفيذ الكرة الثابتة للنادي الإفريقي. إذن ننتظر التنفيذ وسام السلامي، قبل ذلك عصام عبد الفتاح إذن ينبه على المدافعين والمهاجمين لأنه فما برشا مناورات إذن في منطقة الترجي، تعرفوا بتنفيذ الكرة الثابتة يلزم الحكم يكون قريب ويتابع كل التفاصيل لأنه لقاء دربي يتلعب على جزئيات بسيطة. هذا ما عودنا به لقاء الترجي الأفريقي، ينفذ السلامي في القائم الثاني بيير نيانكا ويدخل الدفاع عن طريق سيفان المحجوبي، قبل ذلك فما مخالفة لدفاع الترجي يسترجع الكرة بعد التدخل الأخير من بيير نيانكا. إذن كاميروني النادي الإفريقي، الترجي الرياضي التونسي إذن يلعب هذه المقابلة، ما فما حتى لاعب أجنبي إذن في تشكيلة الترجي في هذا اللقاء. في المقابلة النادي الإفريقي يلعب المقابلة في ظل حضور قلب الدفاع الكاميروني بيير نيانكا وكذلك الكاميروني الثاني إذا موسى بوكونغ والمنتدب الجديد مصطفى بيغودان ثلاثي أجنبي في صفوف النادي الإفريقي. إيقاف اللعب إلى من جديد بعد التدخل الأخير أمام مراد المالكي، انتظار إسعاف لاعب الترجي قيدوم الترجي مراد المالكي. إذن عديد لقاءات الدربي اللي أحضرها لاعب الترجي، لكن دربي هذا العام مختلف، هذه المقابلة مختلف عن دربيات الفارت بأنه مراد المالكي يلعب فيها المرة من الرواق الأيمن، خطة جديدة عليه مراد المالكي المتعود على إذن اللعب كمهاجم أو على الأقل كوسط إذن ميدان هجومي. في هذه المقابلة خير دي بيرو ورقة تكتيكية منذ الحقيقة منذ لقاءات عديدة يلعب مراد المالكي من جهة اليمنى لدفاع الترجي. إذن هذه صورة عامة عن ملعب رادس بأجواء لاتينية في الحقيقة، أجواء ممتازة جدا قبل المقابلة إذن بالدخلة المعهودة من جماهير الترجي والإفريقي. قلت هذه صورة إذن شاملة تأتيك مع ملعب رادس إذن بأجواء كبيرة في ملعب من طراز أوروبي ممتاز جدا وبأقدام تونسية يؤسس هذا الدربي بين الترجي والإفريقي. لحد الآن نلعب الدقيقة 25، النتيجة لا زالت متعادلة سلبيا بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. مراد المالكي يتم نقله خارج الميدان لتلقي الإسعافات والكرة ستعود للنادي الإفريقي. مسعد الوداني كان هو لبشي رجع الكرة اللعب مرفوعة محمد علي الغرزور نسقط أمام أسامة السلامي لكن تدخل قبل من سيفنا المحشوبي، كرة مباشرة في دفاع الإفريقي ترجع من خالد السويسي أخوه وسام البكري، وسام البكري طويلة في اتجاه من الطائفة تغطية من بيير نيانكا كما جات بالتماس للترجي. وسام البكري
لاعب بالربط لكن يا خوان موسى بوكون. بوكون لمصطفى بذودان، بذودان يحاول المرور والتدخل من لاعب بالربط، ضربة مخالفة للنادي الافريقي، ضربة مخالفة للنادي الافريقي امامنا المهاجم المغربي مصطفى بذودان. شد في عديد الانديه المغربيه قبل التحاقه بالنادي الافريقي، لعب في فتح الرباط، في الرجاء، في فريق روستوف الروسي، ثم عاود الى الرجاء قبل ما يكمل مشواره في البطوله المغربيه مع المغرب الفاسد. تنافذ من اسامه سلام، ترجع من سيفر المحشوبي، يا خو شكري الزعلان يرفع كوره، ثم احمد الحام، احمد الحام في سيفر المحشوبي، وضربه مخالفه ضد وسام بن يحيى، تنفذ بسرعه من كمال زعيم، كمال زعيم، شاكيب الاشخر يلعب في الرواح مع امين الطيب، امين الطيب التسديد الارضي يهدف مدير الحارس علي بن يوسف، ما كانتش عنده حلول كثيره امين الطيب، كان مع ثلاثه مدافعين هذه الاعاده في زاويه مغلقه، يسدد مدير علي بن يوسف، ترجع الكره للترجي، كمال زعيم، كمال زعيم، زعيم ثم نعيم بالرباط يطلب الكره والتدخل لاسعد الورداني، رمي التماس للترجي، لاسعد الورداني لقاء الاجوار السادس لهذا اللاعب موسى بوكون، ثم تغطيه من سيف الله المحشوبي قبل وسام بن يحيى، امين الطيف في حوار مع الغرزول، الطيف التسديد مره اخرى في دين الحارس علي بومنيجل، مرفوعه من علي بومنيجل بيوضودان، مر الكره ثم تغطيه من معين الشعبان، يا خو السلام يوضودان يلعب قصيره مع وسام بن يحيى، وسام بن يحيى عاودة الضغط من نعيم بربط لكن مازالت الكره النادي الافريقي، موسى بوكونغ، بوكونغ يحاول المرور ما ثمش مخالفه من نعيم بربط، نعيم بربط كمال زعيم، كمال زعيم يلقى المسانده مع معين الشعباني، معين الشعباني العربي جابر، العربي جابر والتدرج بالكرة في محاولة لجلب لاعب النادي الافريقي، يرفع امين الطيب، ترجع من بيرنيانكا، يا خو سيفال المحجوبي مرة أخرى مخطئ، يا خو شكري الزعلاني ثم الأسعد الورداني، ترجع لأحمد الحامل أصبح يشغل خطة الظهير أيمن في انتظار عودة مراد المالكي، ترجع من جديد من أحمد الحامي، سيفال المحجوبي، شاكيب الأشخر، شاكيب الأشخر يلعب قصير مع أمين الطيف، تمر الكورة كمال زعيم، كمال زعيم، كمال زعيم يسدد بعيدة، التسديد من كمال زعيم أمامكم على الشاشة، متوسط ميدان الترجي، سدد كرة فوق مرمى الحارس علي بومنيجل، ضربة مرمى للنادي الإفريقي بعد التسديدة الأخيرة من كمال زعيم، تنفذ ضربة المرمى من علي بومنيجل، يا خو سيف الله المحشوب، العربي جابر مرة أخرى، كرة طويلة في اتجاه أمين الطيف ولمسة يد ضد نعيم بربط، قلت متفضل الحكم المصري عصام عبد الفتاح إلى كل الجزئيات إلى حد الآن، يعلن على لمسة يد، نرجع الكرة النادي الإفريقي، خالد السويسي سيرة مع وسام بن يحيى، وسام بن يحيى وتدخل نعيم بربط، رمي التماس للنادي الإفريقي، خالد السويسي، موسى بوكونغ مرة أخرى في التماس بعد تدخل نعيم بربط وخالد السويسي، يستعد لتنفيذ رمية التماس، يلعب مع موسى بوكونغ، بوكونغ يحاول المرور، بوكونغ يخلي المساعدة الأسبقين، ما ثماش مخالفة، ترجع من وسام البكري، وسام البكري كمال زعيم قبله خالد السويسي لأسعد الوردان، أسامة السلامي إلى الوراء في اتجاه محمد علي الغرزول، محاولة التوسيع من الغرزول والتغطية من شاكيب الأشخم، شاكيب الأشخم يلعب مع أمين الطيب متبطن الغرزول، ترجع شكري السعلاني في الرواد زهير الذوادي، زهير الذوادي، ذوادي مر الذوادي، التوسيع وغريبة، وغريبة من مصطفى بذودان، فرصة افتتاح التسجيل مرة أخرى يضيع عن المغربي مصطفى بذودان بتوقيت 29 دقيقة، ننتظر الاستعادة بينما هذا الإنذار، الإنذار ضد نعيم بربط، الإنذار ضد نعيم بربط هو الإنذار الثالث في تشكيلة الترجي
والرابع منذ انطلاق المباراة. منذ قليل كانت فرصة كبيرة للنادي الافريقي تحديدا للمغربي مصطفى بيدوغان. كرة ثابتة من جديد للنادي الافريقي. وسام السلامي التوزيع بوكون مسألة الكرة وسام بن يحيى وقبل حمدي القصراوي ليربح ضربة مخالفة. حارس الترجي في التدخل الأخير و30 دقيقة لعب إلى حد الآن. تم فرص تاع تهديف من كلا الفريقين. ولو أنه بكل صراحة النادي الإفريقي بمناسبتين كان أقرب لافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه المغربي مصطفى بيدوغان. إذن هذا الفرنسي بيرتران مارشان مدرب النادي الإفريقي يتابع على الأقل 30 دقيقة أولى كانت لصالح النادي الإفريقي من حيث عدد الفرص. زهير الزوادي ينطلق ثم الكرة في ظهر بيدوغان ثم ربما لمس للكرة الأخيرة. كانت العملية السريعة جدا للنادي الإفريقي انطلاقا من الجهة اليسرى الهجوم عن طريق الزوادي يتجاوز إذن منافسه المباشر يوزع وبيدوغان يضيع الكرة الثانية ليه. منذ انطلاقة المقابلة بعد مضي نصف ساعة أولى كانت فيها الفرص عديدة. كرة كانت لترجي في الدقيقة 7 من تسديدة لبربط وإخراج للكرة عن طريق علي بومنيجل. ثم كانت كرة أخرى كذلك لترجي عن طريق كمال زعيم لكنها عالية في المقابل الإفريقي من عديد الركنيات وكذلك الانفرادات والانفلات من الجهة اليسرى عن طريق الزوادي. كان بإمكانه إحداث الخطر في مناسبة أولى عن طريق بيدوغان من كرة سريعة مسام السلامي. ثم المغرب الجديد في صفوف الإفريقي يضيع كرة ثانية. كان إذن بإمكانه افتتاح التسجيل لصالح النادي الإفريقي بعد نصف ساعة أولى. ترجع كرة للترجي إلى وسط الميدان من الحارس حمدي القصراوي لأسعد الورتاني من جديد في الاعتراض كالعادة في الكرات الفضائية. مرة أخرى الورتاني يتابع العملية ثم يفتكها ترجي للنادي الإفريقي. وسام السلامي يتفوق زعيم وسام بن يحيى عصام عبد الفتاح يتابع العملية عن قرب تمشي بالربط. كرة للترجي محاولة المرور من شكيب رشكة يسدد وعلي بومنيجل على 6 أمتار من جديد متألق. لقاء مفتوح لقاء فيه عيد الفرص لقاء هجومي بالدرجة الأولى ولو أنه الأهداف ما زالت غايبة لحد الآن. عملية أخرى لصالح الترجي إذن عملية لصالح الإفريقي لكن المخالفة لقاءت فريق الترجي مراد الماكي على إعادة شكيب لشقة بالمنتدب الحديث في ميركاتو الشتاء من قواف القفصة. كانت عملية سريعة للترجي أنهاها في أحضان الحارس علي بوميجي. الكرة لدفاع النادي الإفريقي بتماس بطالب السويسي في 33 دقيقة لعب لحد الآن في لقاء متعادل سلبيا مع وفرة الفرص من الجانبين. الكرة ضد بيدوغان العملية يقول عصام عبد الفتاح يتابع إذا كل زوايا الملعب. عنده فكرة عصام عبد الفتاح على ديربي العاصمة يعرف جيدا وأن المقابلة إذا فيها ثنائيات عديدة وفيها حوارات مباشرة بين عديد اللاعبين. هذاك علاش فقط العملية الأخيرة تدخل بتاع بيدوغان أمام إذا معين الشعباني يمنع مخالفة لدفاع الترجي طويلة لأمين الطيب لأسعد الورتاني والترويض وأبعاد الكرة باتجاه السلمي ضايع يسترجع أحمد العامي بسرعة العربي جابر في محور دفاع الترجي الذي توصل السرعة في العملية لسيف الله المحجوبي لمعين الشعباني يضغط موسى بوكونغ في وسط الميدان. نعيم بربط ياخو كورتو يدور يوصلها من جديد لسيف الله المحجوبي أرضية باتجاه كمال زعيم يخرج له مراد الماكي من الجهة اليمنى يخيل سيف الله المحجوبي في وسط الميدان يطول كرة لمحور دفاع النادي الإفريقي الغرزول ومعها نيانكا وخالد السويسي ثلاثي بمؤازرة الحارس علي بومنيجل تمشي لحارس النادي الإفريقي. بومنيجل في إرجاع اللعب في 34 دقيقة لعب من هذه الفترة الأولى إلى وسط الميدان في اتجاه موسى بوكونغ متقدم عليه إذن وسام البكري والتغطية من دفاع الترجي الأمين الطيب ترجع مرة أخرى للغرزول في محور دفاع النادي الإفريقي خير الحارس علي بومنيجل. علي بومنيجل طويلة في اتجاه مصطفى بيدوغان اللي ياخذ مكان الفرنسي الجزائري فؤاد بوقر اللاعب السابق لنقطة الفرنسي مارشان ربما تحت الضغط. خير إدخال اللاعب الجديد بيدوغان مكان بوقر الزوادي وزع وتمشي كرة ركنية للنادي الإفريقي. قلت مارشان قبل اللقاء تساؤلات عديدة مكان من سيلعب بيدوغان هل سيبقى على بنك الاحتياط أم أنه سيلعب إذن منذ البداية مكان من سيلعب مكان موسى بوكون أو مكان فؤاد بوقر باعتباره أنه لا نقاش لا حديث في مكان بيرينغ نيانكا اللي مش ممكن الاستغناء عليه. في الأخير خير مكان فؤاد بوقر دير الكرة والحارس القصراوي أبعاد الركنية. كانت عملية خطيرة لصالح النادي الإفريقي من وسام بن يحيى من ركنية
وكرة دائرة داخلة إذن إلى مرمى الحارس القصراوي، يتفضل في الأخير ويبعد الكرة من تحت العازم، تمشي ركنية ثانية على التوالي لصالح النادي الإفريقي. تنطلق الدقيقة 36 وسام السلامي نسعد الورتاني ما يلحقش، يرجع الكرة الدفاع تبقى لصالح النادي الإفريقي. شكرا للزعلاني في الترفيع، وسام السلامي يوزع إلى منطقة الترجي وتعود من الدفاع، إخراج الكرة أولوية بالنسبة للاعب الترجي لإسعاف إذا لاعب الترجي مصاب قريب من منطقة الحارس. إذا ننتظر قبل عرض البعض كما لاعب الترجي يصيب في اللقطة الأخيرة. بالفعل لاعب الترجي هو سيف الله المحشوبي في التدخل الأخير مع الأسعد الورتاني، يبقى على أرضية الميدان ولو أنه لاعب الترجي طالبوا أسامة سلامي بعدم مواصلة الهجوم بالنسبة للنادي الإفريقي. على كل في الأخيرة من الطيف يضع الكرة في التماس لتمكين سيف الله المحجوبي من تلقي الإسعافات. هذه فكرة عن حضور الجماهيري في مدرجات ملعب 7 نوفمبر ميرادس، 51 ألف متفرج، 48 ألف تذكرة وضعت على ذمة أحباء الفريقين إلى جانب طبعا اعتبار المشتركين من أحباء النادي الإفريقي. 51 ألف متفرج إذن في مدرجات ملعب 7 نوفمبر بيرادس وعودة سيف الله المحشوبي. كرة ستعود برمي التماس النادي الإفريقي، وبكل روح رياضية لسعد الورداني رجع الكرة للترجي. أحمد الحام هو اللي مشتول التنفيذ، تمس خلي الكرة للظهير الأيمن مراد المالكي. مراد المالكي يلعب كرة مع شاكيب الأشخم، ترجع للنادي الإفريقي. أسامة السلامي، زهير الثوادي، زهير الثوادي حاول مرور أمام مراد المالكي وكذلك أحمد الحامي، والحكم عصام عبد الفتاح يقول ضربة مخالفة ضد زهير الثوادي. كرة ترجع للترجي، مراد المالكي هو اللي مشي تولى التنفيذ. خلي الكرة مراد المالكي للحارس حمدي القصراوي. مرفوعة من حمدي القصراوي في وسط الميدان، شاكيب الأشخم قبله شكري الزعلاني، والتماس من جديد للترجي. مراد المالكي في التنفيذ، يلعب مع كمال زعيم. كمال زعيم يرفع كرة من الطايف مع بيان يانكار، طايف ياخذ كرة ومباشرة يدير حارس النادي الإفريقي علي بوميجي، رجع كرة بسرعة موسى بوكونغ. موسى بوكونغ متابع من وسام البكري والتماس للنادي الإفريقي. ثنائيات كثيرة في هذه المباراة يا أخوان. الكرة موسى بوكونغ، مراوغة ممتازة من بوكونغ في ظهر الدفاع، مقطوعة من العربي جابر. العربي جابر في اتجاه أمين الطيف، أمين الطيف وتدخل خالد السويسي، والحكم يقول ضربة مخالفة لمدافع الإفريقي. خالد السويسي أمامنا على الصورة. تنفذ المخالفة، مقطوعة من وسام البكري. وسام البكري ونعيم بربط يربح مخالفة، ضربة مخالفة للترجي الذي التونسي. ولا تنفيذ وسام البكري، هذه إعادة للتدخل الأخير من خالد السويسي مع نعيم بربط. ونفذ المخالف، أمين الطيب قبلو بيرنيانكا والتماس للترجي. 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما التعادل دون أداء بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. وسام البكري مع نعيم بربط، أرجع للبكري من جديد. وسام البكري في المحور، العربي جابر، عربي جابر لحارس مرمى حمدي القصراوي. إلى حد الآن فريق الترجي يعتمد على الكرات الطويلة في اتجاه أمين الطيف المحاصر بثلاثة لاعبين، بيرنيانكا كذلك خالد السويسي ومحمد علي الغرزول. هذا أسامة السلام يرفع كرة، ترجع من وسام البكري، ما كانتش متعمدة، وحمدي القصراوي يرجع كرة طويلة. ثم الأسعد الورتاني يا أخو أمين الطيف قبل، لكن التغطية من الأسعد الورتاني. ورتاني وسام السلامي، سلامي وسام بن يحيى، وسام بن يحيى إلى خالد السويسي. خالد السويسي موسى بوكونغ تسيرة مع وسام بن يحيى،
وسام بناح يعمل مراوغة والحكام يعطيش راس بقية يعلن عن ضربة مخالفة للنادي الافريقي ضد سيف الله المحشوبي. وسام السلامي أول شكرا كبير هذه إعادة لتدخل سيف الله المحشوبي مع وسام بن يحيى. وسام السلامي هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة للنادي الافريقي. جابوا لسعد الورداني مهادي وتسديد بالسلامي والحارس عبد القصراوي. كانت أرضية تسديدة أسامة السلامي يدير الحارس عبد القصراوي مع إدراكنا للدقيقة 40 في هذا الشوط الأول. دائما التعادل السلبي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. إذن ملعب 7 نوفمبر برادس من جديد. إذن أكثر من 40 دقيقة لعب بين الترجي والإفريقي. التعادل السلبي دائما يخيم على مجريات هذه المقابلة الحدث. تدخل في إطار الجولة الأولى لمرحلة الإياب من الرابطة المحترفة الأولى. وفرت الفرص لا تعني الأهداف لحد الآن. ما زالت الأهداف غايبة في دربي العاصمة على غرار لقاء الذهاب اللي انتهى بالتعادل السلبي في الشوط الأول 0-0. ثم تمكن الأفريقي من التسجيل وعدل الترجي في نهاية المقابلة. يعني نسير على الأقل في مستوى دقيقة 41 إلى شوط أول متعادل سلبيا. كرة من جهة اليسرى النادي الأفريقي ضيع وسام السلامي يسترجعها دفاع الترجي يطول الكرة في اتجاهها من الطيب مع الغرزول ضيع وبيير نيانكا في التغطية. ممتاز الكاميروني لكن قبل ذلك يكون المساعد الثاني. ثم تماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. وليد الماكي حب يلعب التماس بسرعة. كرة للترجي في مناطق الافريقي. كمال سعيم في وسط الميدان يحاول يهندس عملية الترجي في منطقة الافريقي مع شكيب رشكم. يتحرك شكيب رشكم باستمرار. سيف الله المحجوبي طويلة الكرة باتجاه الطيب والركنية. الركنية للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 42 لما الركنية للترجي بعد تدخل الكاميروني. إذن نيانكا مبدأ السلامة بالنسبة لمدافع النادي الإفريقي يقتضي أن يخطف كرة في الركنية بدون مجاز. فهي الأولى للترجي في هذا الشوط الأول مقابل 5 ركنيات النادي الإفريقي أمام أنظار الفرنسي بيبيرو مدرب الترجي الرياضي التونسي اللي فاز في هذا الملعب في زوج مقابلات بحساب الرابطة المحترفة الأولى في الأخير بالنسبة لي ملعب 7 نوفمبر برادس. إذن الركنية للترجي طويلة في مناطق الإفريقي. والمتابعة من جديد من دفاع النادي الإفريقي. ضربة مرمى في الأخير يقول عصام عبد الفتاح لصالح دفاع النادي الإفريقي. والحوار يتواصل بين العربي جابر وبيير نيانكا. إذن مدافع الترجي في المعارضة الهجومية ومدافع النادي الإفريقي في التغطية أمام مرمى الحارس علي بونيجي. موسى بوكون. إذن توصل كرة بونيجي لكن تضيع تمشي لوسام البكري في اتجاه أمين الطيب. أمين الطيب مع بيير نيانكا يتدخل. إذن بيير نيانكا والكرة تبقى في وسط الميدان لصالح الترجي من الجهة اليسرى. والتحضير للبكري يعمل مراوغة ثم دفاع الفريق يبعد الكرة في وسط الميدان. وعين الشعباني لأحمد الحامي مع الورتاني يفتك الكرة لأسعد الورتاني. والنقاش إذن مدافع النادي الفريقي احتجاج على الحكم عصام عبد الفتاح. مسعد الورتاني يقول أنه لعب الكرة في اللقطة الأخيرة إعادة لكن قبل ذلك موسى سعد الورتاني للدخل أمام أحمد الحامي وإنما موسى كوكونغ. هذا ما يمنح الترجي مخالفة في مناطق النادي الإفريقي. إذن مخالفة للترجي في منطقة النادي الإفريقي في هذه الدقائق الأخيرة من الفترة الأولى. ننتظر إذا تفيد المخالفة كمال زعيم باش ينفذ مخالفة الترجي. إذن طويلة في القائم الثاني في اتجاه معين الشعباني وتمشي ضربة مرمى للنادي الافريقي. محاولة إذن من لاعب الترجي يلعب ويلف الكرات المباشرة من أجل استغلال طول قامة إذن معين الشعباني في المخالفات والكرات الثابتة. ودفاع النادي الافريقي لحد الآن متفطن لهذه العمليات الترجية المستمرة باعتبار أن الترجي خطير جدا في الكرات الثابتة وكثيرا ما حسم مواجهات الدربي ضد النادي الافريقي باعتماد الكرات الثابتة. كرة إذن في مناطق الترجي ترجع من جديد ضيع على خالد السويسي يحاول يسترجعها ثم بيير نيانكا ما يلحقش. أمين الطيب يجي خالد السويسي لمنطقته للتغطية مع أمين الطيب نعمل بمراوغة لكن في مناطق النادي الإفريقي والتغطية من الدفاع من وسام بن يحيى ثم خالد السويسي. كرة ما تخرجش قبل ذلك. إذن نتدخل أمام خالد السويسي والتنبيه من عصام عبد الفتاح على كمال زعيم. إذن ما دام اللعب متوقف نذكركم بأن عصام عبد الفتاح حكم لقاء اليوم إذن المصري
مولود في 30 ديسمبر 65 أمامكم في الصورة، ما هوش غريب على كرة القدم لأنه كان لاعب سابق في أندية بني سويف أسوان والأليم اليوم وطنطا والصيد، ولعب حتى الدور النهائي لكأس مصر ضد الأهلي المصري، كان كابتن المنتخب العسكري المصري. إذن هذا إذن كان لاعب كرة قدم، وهو إذن حكم شارك في عديد الدورات المهمة، آخرها كان مونديال ألمانيا الأخير 2006، يعود إلى تونس بعد ما أدار لقاء الترجي والنادي الرياضي صفاقس إذن اللي انتهى بالتعادل السلبي. يعني عنده فكرة عن كرة القدم التونسية، 3 دقائق مضافة في نهاية هذه الفترة الأولى كوقت بدل ضاع، كرة لصالة الترجي يعني من الطيب والتغطية والحارس علي بومنيجن، إذن الحارس علي بومنيجن بدون صعوبة ياخذ الكرة الأخيرة، الشوط الأول على الأقل لحد الآن بدون أحكام مسبقة، إذن يبقى متعادل سلبيا رغم موفرة الفرص ورغم البداية القوية من الجانبين. تعود من معين الشعباني إلى وسط الميدان لسعد الورتاني في الكرة الفضائية، ترجع من جهة الترجي سيف الله المحجوبي، والمخالفة يكون الحكم لصالح لسعد الورتاني بعد صعود ثنائي من أمين الطيب وكذلك كمال سعيم مع لاعب النادي الإفريقي لسعد الورتاني اللي يخوض لقاء الدربي السادس ليه مع النادي الإفريقي لحساب الرابطة المحترفة الأولى. إذا نلعب دقيقة، إذا 45 دقيقة زائد واحد لحد الآن، إذا الدقيقة الأولى من الوقت بدل ضاع، كرة لصالح الترجي في وسط الميدان، يراوغ كمال سعيم من الجهة اليمنى، تمشي كرة لمراد المالكي ثم يرجع لسعيم من جديد في وسط ميدان الترجي، كمال سعيم من جديد لسيف الله المحجوبي لشكيب لشخم يدخل الغرزول في موقع متقدم على العدد. في العادة الغرزول يلعب في محور الدفاع مع بيير نيانكا، لكن الكاميروني صلابة نيانكا تمنح الغرزول بعض الحرية للتحرك على مستوى إذن وسط الميدان الدفاعي للنادي الإفريقي بمساندة الثنائي وسام بن يحيى ورسعد الورتاني. وسام بن يحيى يوزع ما توصلش موسى بوكونغ يا أخوه وسام البكري إلى وسط الميدان لأمين الطير يحضر ينتظر وصول كمال سعيم طويلة من الجهة اليسرى ويدخل مرة أخرى الغرزول، يدخل الغرزول من المخالفة لصالح الدفاع النادي الإفريقي. إذن لقطة أخرى سابقة والاحتجاج على اللقطة الأخيرة، إذن كان التدخل من الغرزول أمام أمين الطير والمخالفة لدفاع النادي الإفريقي في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول. الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل 3 دقائق أضافها الحكم عصام عبد الفتاح، كرة في منطقة الترجي تعود من وسام البكري سيفال المحجوبي مقطوعة من لسعد الوردان، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى حاول المرور والتدخل من سيفال المحجوبي، والحكم عصام عبد الفتاح يشير إلى ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، هذه إعادة المحاولة الأخيرة من وسام بن يحيى كان بين سيف الله المحجوبي وأحمد الحامي، ووسام بن يحيى يتلقى الإسعافات متوسط ميدان النادي الإفريقي. 7 مباريات في لقاء الأجوار إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى في هذا الموسم، 11 مباراة سجل خلالها زوز أهداف، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي لسعد الورداني هو اللي مشيت ولا التنفيذ، لسعد الورداني يعطيه الحكم إشارة التنفيذ مرفوعة من الورداني في اتجاه زهير الدوادي، ترجع من معين الشعباني التسديد من الدوادي وموسى بوكون، والحكم شيخور الحكم عصام عبد الفتاح يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في ملعب 7 نوفمبر بيرانس في مباراة النادي الإفريقي والترجي الإفريقي على نتيجة التعادل دون أهداف. كانت محاولة للنادي الإفريقي هذا ربما كان لاعب الإفريقي تالفو في مواصلة الهجوم، كانت محاولة هذه الإعادة الثوابي والعربي جابر مر بها الكرة، شوف الكرة كانت بين البكري وبوكونغ، وحكم عصام عبد الفتاح يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف من مباراة النادي الإفريقي والترجي. وانطلاق الشوط الثاني كرة للترجي إلى حد الآن بعد فترة الاستراحة، حتى مدرب مقام بتغيير مدرب النادي الإفريقي بيرترون مارشون يواصل التعويل على نفس التشكيل اللي بدأ به المباراة، ونفس الشيء بالنسبة لمدرب الترجي شاكي بيكي بيرو. كرة ترجع للنادي الإفريقي من خالد السويسي، موسى بوكونغ، بوكونغ الخالد السويسي
عديد الفرص كانت سانحة للتسجيل للفريقين في الشوط الأول. أبرزها كانت للترجي مع التسديدة من نعيم برباط، والإجابة في مناسبتين كانت للنادي الإفريقي عن طريق المهاجم المغربي الجديد مصطفى بيضودار. كرة ثابتة من جديد للنادي الإفريقي مع انطلاق هذا الشوط الثاني، تحديدا 48 ثانية منذ انطلاق الفترة الثانية هنا في ملعب 7 نوفمبر بيرادس في مباراة النادي الإفريقي والترجي. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. يصعد الورداني هون بشتولة تنفيذ ضربة المخالفة ينضم لشكري زعلاني، وحوار داخل مناطق جزاء الترجي مع حكم المباراة عصام عبد الفتاح واحترام 9 أمتار 15 من جدار دفاع الترجي. ينضم كذلك أسامة السلامي إلى اللاعبين اللي بشتولوا تنفيذ هذه الكرة الثابتة. كما تحدث منذ قليل كل من عبد المجيد قوبانتيني وحسام الحاج علي، المباراة ستلعب على جزئيات بسيطة جدا. ترجع كرة للترجي من زعي نعيم برباط إلى أحمد الحام، الحام يتغطي من بيير نيانكا يخرج الكرة خارج الميدان. إلى حد الآن دفاع الإفريقي دون مشاكل في إطار تعويل مدرب الترجي شاكيتو دي بيرو على رأس حربة ومن الطيف، واعتماد الكرات الطويلة بما شكلت حتى خطورة على الثنائي محمد علي الغرزون وبيير نيانكا. بالفعل نوفري لان جاكيتي كيبيرو هذه خطه تكتيكيه بالنسبه للمدرب الفرنسي اللي التحق بالترجي منذ جولات عديده، بدا يعرف اكثر الفريق، لكن هو الادرى بشؤون ناديه في مقابله يعرف منذ البدايه وانها صعبه جدا وانه مفاتيحها ستكون تكتيكيه بالاكيد وستلعب كذلك على جزئيات عديده. اذا المدرب كيبيرو يلعب، اذا كان واحد يحب يعمل قراءه فنيه سامحوني اذا الاخوه في الاستوديو التحليلي، الترجي يلعب بخطة 4-2-3-1 لحد الآن نوفل، باعتباره أن المدافعين بتاعه معروفين مراد الملك وسامي البكري، إذا يلعبوا على جناب العربي جابر وعيد الشعباني في محور الدفاع، ثم سيفر المحجوبي أحمد الحامي شكيب الأشخم، إذا يلعبوا إذا في وسط الميدان، يقعد أمين الطيف الوحيد، إذا وراه كمال الزعيم، أمين الطيف ما ينجمش إذا يشكل خطورة كبرى على محور دفاع الإفريقي، لأن الخطورة الآن تأتي من جانب الترجي في القائم الأول، التسديد كرة جانبية، قلت إذا يبقى أمين الطيف اذا وحيد اذا في الـ في الـ في الهجوم، وكمال الزعيم اذا في اللقطه الاخيره كان قريب من مرافق الافريقي بعد كره سريعه يتجاوز فيها نيانكا ثم امامه خالد السويسي يخير التسديد بدل التوزيع والتمرير. ترجع كره للترجي في وسط الميدان اذا الى مناطق الافريقي، بيير نيانكا امامه الطيف، ترجع من جديد للترجي عن طريق الزعيم محاولا اقتراب مناطق الافريقي، الطيف قبل والغرزول، ترجع من جديد للترجي ودفاع الافريقي يستميت، اسامه السلامي للذوادي طليق من الجهه اليسرى يخرج له بيضودان يحلوا المسافات، دفاع الترجي يستبق الكره ويسترجعها في وسط الميدان، سيف الله المحجوبي توصل للزعيم صنع لعب الترجي يخدم مليح مع امين الطيب، قبل ذلك يدخل دفاع الافريقي وامام انظار عصام عبد الفتاح يسقط اذا وسام بن يحيى امام كارول الزعيم مخالفه للنادي الافريقي بتوقيت 49 دقيقة لعب، إذا دقائق قليلة بعد بداية هذا الشوط الثاني، إذا التدخل كما تشاهدوا كمال الزعيم أمام إذا وسام بن يحيى، قلنا كذلك في الشوط الأول وأنه منطقة وسط الميدان هي إذا المنطقة المفتاح في هذه المقابلة، إذا ما لا يقل على 8 لاعبين إذا من الفريقين موجودين في وسط الميدان في منطقة ضيقة في أمتار قليلة، هذا ما يصعب إذا من مهمة المهاجمين ويخلي اللقاء مغلق تكتيكيا، ولو أن الفرص كانت موجودة في الشوط الأول الترجي اعتمد كثيرا على اللعب المباشر على التوزيعات الطويلة في اتجاه أمين الطيف بمعاذة من شكيب الأشخم وكامل زعيم، أما الإفريقي فإنه لعب إذا بدون مهاجمين بيضودان إذا بمساعدة موسى بوكونغ باستمرار وزهير الذوادي يخرج إذا من الجهة اليسرى في محاولة لخلق التفوق العددي في مناطق الترجي، مراد المالكي في موقع متقدم توصل الكرة إذا للترجي شكيب الأشخم وعلى مستوى 6 أمتار علي بومنيجل بدون صعوبة يبعد الكرة إذا طويلة في اتجاه زهير الذوادي، زهير الذوادي وهو المخالف يسقط لاعب الإفريقي وهو المخالف لصالح النادي الإفريقي بعد تدخل مراد المالكي، إذا حوار ثنائي داخل المقابلة ومباشر بين زهير الذوادي ومراد المالكي باعتباره أن الذوادي يلعب إذا على الريوح الأيسر لهجوم الإفريقي المنطقة اللي يغطيها مراد المالكي في دفاع الترجي. مخالفة للنادي الإفريقي لشكري الزعلاني يتقدم أرضية في اتجاه أسامة السلامي
وسام السلامي محاولة التوزيع في القائم الثاني بيضوضاني خلي الكرة لموسى بوكونغ، موسى بوكونغ يسدد والكرة جانبية، يسدد موسى بوكونغ والكرة تمشي جانبية، إذن كانت عملية خطيرة من النادي الإفريقي، إعادة موسى بوكونغ طريق حر يسدد كرة جانبية إذن في الشباك الصغيرة الجانبية لمرمى الحارس حمد القصروي، عملية أولى خطيرة للنادي الإفريقي في هذه الفترة الثانية. النادي الإفريقي مرة أخرى نأكد وأنه يحتل طليعة الترتيب ب 28 نقطة، 3 نقاط تفصل على الترجي صاحب المركز الثاني صحبة الاتحاد المونستيري والنجم الرياضي الساحلي. الترجي لحد الآن بدون هزيمة منذ انطلاق الرابطة المحترفة الأولى، إذن بدون هزيمة وهو يبحث كذلك على هزم الإفريقي في مقابلة الديربي في تقليد العاصمة من أجل العودة للواجهة ومشاركته الصدارة. النادي الإفريقي يعرف جيدا وأنه بانتصاره على الترجي باش يتخلص إذن من منافس من حجم كبير وباش يخلو عليه 6 نقاط في مقابلة بالحقيقة من بعد 6 نقاط، ويعرف كذلك أنه باش يتفرغ بعدها للمنافسين الآخرين لأنه مازالت باش الجولة كاملة تفصل على هذا السباق. أسامة السلام يوزع الحارس القصراوي يتصدى بدون خطورة بالنسبة لحارس المنتخب الأول حمد القصراوي، في الجهة المقابلة كذلك حارس الإفريقي علي بومنجل، علي بومنجل دولي يعني لقاء فيه عديد الدوليين، القيمة الفنية للاعبين يعني معروفة ومؤكدة جدا، وقيمة المدربين كذلك باعتباره أن المدرسة الفرنسية حاضرة بقوة في هذا الدربي، باعتبار وجود المدرب بيرترو مارشان من جهة وجاكيد كيكورو من جهة أخرى، وحكم مصري دولي معروف كذلك كان في نهاية كأس العالم يخلي المقابلة إذن قوية جدا لحد الآن. أسامة السلامي يقول كرة كما جات يسدد جانبية، فرصة جديدة تضيع على الإفريقي في هذا الشوط الثاني. ضربة مرمى للترجي بعد تسديدة أسامة السلامي الأخيرة على غرار الشوط الأول، دخول لصوص فرق في صلب الموضوع منذ البداية، صوص فرص إلى حد الآن للنادي الإفريقي. حمدي القصراوي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، مرفوع الكرة في وسط الميدان ترجع من الأسعد الورداني ثم سيفر المحجوبي مقطوعة من شكري الزعلان، زهير الذوادي، أسامة السلامي، أسامة السلامي مصفي بذوذان وتغطية من عربي جابر أخف الأطراف في التماس، رمي التماس للنادي الإفريقي، حوار بين مصفي بذوذان ومدافع الترجي العربي جابر. أسامة السلامي يلعب مع زهير الذوادي للسلامي من جديد، أسامة السلامي، سلامي، زهير الذوادي، ذوادي والحكم يخلي لعب مقطوعة من نعيم بربط، يا أخوها شكري الزعلاني، نعيم بربط من جديد تغطية ممتازة على الكرة من بربط إلى سيفلة المحجوب، شاكيب لاشخ مقصيرة مع كمال زعيم، زعيم شاكيب لاشخم بداية هجوم للترجي، شاكيب لاشخم، لاشخم يمر يدخل المنطقة، شاكيب لاشخم، التمهيد لطيب يسدد والقايد، أمين لطيب يسدد بالميز والقايد، أبرز فرصة للترجي منذ انطلاق المباراة، التمهيد من شاكيب لاشخم وصل في انتظار الإعادة، ضربة مخالفة المنطقة بدوزان بعد تدخل أحمد الحامي. ننتظر الإعادة، هذه الإعادة لاشخم يمر نيانكا، التمهيد لطيب، الترويض يعمل مراوغة ومنيزل والقايم يمنعان أمين لطيب من افتتاح التسجيل للترجي في توقيت 54 دقيقة لعب من المباراة. أبرز فرصة للترجي منذ انطلاق اللقاء تأتي في توقيت 54 دقيقة لعب، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي على غرار الشوط الأول، فرص الأهداف موجودة في مباراة الأشوار بين الإفريقي والترجي. وسام بن يحيى في تنفيذ المخالفة، بن يحيى مرفوعة ترجع من وسام البكري، زهير الذوادي يا خو السلام، سلامي المصفى بذوذان أمامه العربي جابر، بذوذان يفتح زاوية التوزيع يوسع كرة خارج الميدان، ضربة مرمى للترجي أمام المصفى بذوذان في أول ظهور لي في تشكيلة النادي الإفريقي. كما ذكرت في بداية النقل هو من مواليد 18 شوال 1976، 31 عام لهذا اللاعب. حمدي القصراوي ينفذ ضربة المرمى للترجي باتجاه شاكيب لاشخم مقطوعة من الورداني، زهير الذواد في اتجاه أسامة السلامي يلعب في الرواق مع زهير الذواد، ذوادي يحاول التوزيع والتغطية من عربي جابر والمالكي، والحكم عصام عبد الفتاح يشير إلى مواصلة اللعب، كرة للحارس حمدي القصراوي،
عمدي القزراوي. يرفع كرة طويلة في اتجاه أمين الطايف. أمين الطايف تمر كرة شكيب الأشخة مقطوعة من شكري الزعلاني، ترجع للترجي أمين الطايف. أمين الطايف مقطوعة من الأسعد الورداني، ترجع من العربي جاب شكري الزعلاني في التغطية. إزدي وجهي ترجع من سيفر المحجوبي، أمين الطايف قبله بيير نيانكا، كرة طويلة مراد الملك، سيفر المحجوبي، أحمد الحامي، أحمد الحامي للعربي جابر، عربي جابر سيفر المحجوبي للعربي جابر من جديد، منقولة بالعرض في محور دفاع الترجي معين الشعباني، والضغط من بيضودان، يرفع كرة الشعباني، صعود البكري في الرواق، وتدخل خالد السويسي التماس للترجي. نعيم بربط يلعب بسرعة مع أحمد الحامي، أحمد الحامي متابع من موسى بوكون، الحامي يلقى سيفال المحشوبي، غير اتجاه الكرة لليسار، ثم نعيم بربط، نعيم بربط قصيرة مع كمال زعيم، كمال زعيم، كمال زعيم توصل لوسام البكري، قصيرة واحدة اثنين ما تمرش، وضربة مرمى للنادي الافريقي بعد مرور 56 دقيقة لعب في المباراة. دائما التعادل يصل بدون اهداف بين النادي الافريقي والترجي. إذن أدركنا دقيقة 57 من هذا اللقاء، لقاء الافريقي والترجي في درب العاصمة بملعب 7 نوفمبر ميرادس في حضور جماهيري كثيف، لقاء يجذب آلاف الجماهير، لقاء الترجي والافريقي باعتباره تقليدي باعتبار الرهان كذلك أهمية الفريقين، وكذلك باعتبار إذن الجو الفرجوي المتوفر في ملعب 7 نوفمبر ميرادس حتى بين الشوطين. كرة طويلة في اتجاه زهير الذواتي، طليق يرجع مع مراد المالكي، يدخل المالكي تمشي كرة للركنية، يلحق مراد المالكي. إذن رغم عبء السنوات العديدة بالنسبة لمراد المالكي، زهير الذواتي شاب في مقتبل العمر بالنسبة للاعب النادي الإفريقي، مع مراد المالكي سن مراد المالكي ربما هي اللي خلات ديك بيرو يعاود عليه في مركز، اذا دفاعي متاخر لكنه كان قادر على العوده واخراج الكره للركنيه في اللقطه الاخيره، كانت الضغط من مراد المالكي اعاده للركنيه بعد دخول كره ثانيه. ننتظر اذا تنفيذ الركنيه النادي الافريقي من عمليه سريعه كانت في اتجاه زهير الذوادي، التنفيذ من وسام بن يحيى في مثل هذه الوضعيات بالنسبه للافريقي. التوزيع في القائم الاول تعود من اسعد الورتاني، يتدخل الدفاع يبعد الكره والمخالفه اذا لدفاع الترجي الرياضي التونسي لمراد المالكي امام التسويق بعد التدخل من كانت كره مشتركه على اسعد الورتاني. بالفعل ثنائي ارتكاز الافريقي في نصيب الانظار اسعد الورتاني وسام بن يحيى، اذا ننتظر في وجه من يرفع انظار المصري عصام عبد الفتاح، هل في وجه اسعد الورتاني فيكون الثاني ويكون اذا يقصي لاعب الافريقي على الميدان، ننتظر ذلك. بالفعل وهو كذلك، اذا عصام عبد الفتاح اذا يقوى القرار اذا الجريء في الحقيقه اذا في وجه الاسعد الورتاني بعد تدخل في كره مشتركه مع مراد المالكي، مازال ما عرفوش في الحقيقه اذا في وجه من اذا الانظار، لكنه من المؤكد ان في وجه الاسعد الورتاني. بالفعل هو الانذار الثاني، هو الانذار الثاني بعد اذا الانذار الاول في الشوط الاول ضد لاعب ارتكاز الافريقي الاسعد الورتاني. في الحقيقة سوء الطالع يداعي يلاحق أفضل لاعب في الإفريقي في المواسم الأخيرة، إذا رئة الإفريقي وقلب الأسد في هجوم الإفريقي في تشكيلة الإفريقي، إذا بعد الكرة الضايعة الموسم الفارق من ضربة جزاء، إذا منحت لقب الكأس الترجي في نهائي يلعب فيها الإفريقي وتعادل فيها 2-2، كانت الكرة الأخيرة في أقدام الورتاني مشات ضايعة ومنحت الترجي لقب الكأس، هو يغادر في هذه المرة، يخرج إذا من الديربي بالإنذار الثاني. أسعد الورتاني في 60 دقيقة لعب يغادر إذن أرضية ميدان ملعب 7 نوفمبر ميرادس بالإنذار الثاني، ليواصل الإفريقي ما تبقى من الوقت أكثر من 30 دقيقة منقوص، إذن من لاعب ارتكاز مؤثر جدا في تشكيلة الإفريقي في وسط الميدان، إذن محاول الاستباق وقراءة ذهن برترو مارشون قد يفكر في إقحام وليد الهيشري، إذن ليعاضد في وسط الميدان يعاضد وسام بن يحيى لأنه يعرف جيدا وأن وسط ميدان الترجي قوي جدا بوجود الثنائي أحمد الحامي وكذلك إذن المحجوب في الارتكاز بالإضافة لشكيب الأشخم وكمال الزعيم ونعيم بربط، إذن هذا ما يعطي التفوق العددي في وسط الميدان الترجي، وربما قد يفكر برترو مارشون في إقحام وليد الهيشري لسد الثغرة بعد خروج أسعد الورتيني، هو يعرف جيدا أنه أسعد الورتيني رقم صعب في تشكيلة برترو مارشون. تعود الكرة من حمد القصراوي إلى مناطق الترجي، إذا يتابعها عن قرب العربي جابر حتى توصل الحارس حمد القصراوي، إذا اللقاء
يدرك دقيقة 60 تجاوز 60 دقيقة. التعادل السلبي مازال يخيم على مجرية هذه المقابلة، فرص عديدة، إذن إقصاء بالورقة الثانية الصفراء لأسعد الورتاني. إذن أهم مستجدات وعناوين 60 دقيقة من اللعب، ساعة كاملة انقضت من لقاء الإفريقي والترجي في درب العاصمة، إذن بملعب 7 نوفمبر بيرادس. محاولة المراوغة من كمال الزعيم يرجع عليه لزهير الدوادي في موقع دفاعي المعادلة الدفاعية من الجهة اليسرى للدفاع الإفريقي، تمشي تماس للترجي لمراد المالكي صاحب الخبرة الطويلة واللي كان سبب مباشر في إقصاء الأسعد الورتاني من كرة مشتركة في منطقة الترجي. تماس توصل كرة لصيفان المحجوبي في وسط الميدان، يجيه أسامة السلامي لمحاولة الضغط، ثم تعود محمد علي الغزول في اتجاه السلامي من جديد المحجوبي، ثم وسام بن يحيى، ويوقف اللعب الحكم عصام عبد الفتاح للتنبيه على أسامة السلامي إثر الاحتكاك والتدخل الأخير أمام سيفان المحجوبي يمنح المخالفة للاعب الترجي في 62 دقيقة من هذه المقابلة. لحد الآن ولا تغييرات في تشكيلة الترجي وكذلك في تشكيلة الإفريقي، كل مدرب راضي على أداء المجموعة. التعادل السلبي ما زال يخيم على مجريات المقابلة، كمال الزعايم حب يطول الكرة لكن قبل ذلك بيضوظان يقطعها، أول مدافع إفريقي كان قبل الهجوم بيضوظان في اللقطة الأخيرة، تمشي من أحمد الحامي للمحور فالتغط يا إذن وسام البكري كان في محور الدفاع باعتبار وأنه معين الشعباني والعربي جابر في صعود مستمر، كل ما كانت هناك كرات ثابتة لصالح الترجي لاستغلال طول قامتهم. كرة للترجي من جديد في منطقة الإفريقي، محاولة للتدخل ثم الكياري نجنكا يقطع الكرة قبل ما توصل وسام السلامي بعيدا، كرة من جديد في اتجاه بوكونغ. بوكونغ في منطقة الإفريقي، موسى بوكونغ بين ثلاثة لاعبين يرجع لدفاع الإفريقي بعد أي الغرزول، ثم لمحور الترجي من أحمد الحامي مراد المال، هو التماس الإفريقي، التماس النادي الإفريقي في توقيت هذا السن في تلعب. راني التماس الإفريقي تنفذ بسرعة في اتجاه ثوادي، التغطية من أحمد الحامي، أحمد الحامي يلعب قصيرة مع سيفال المحشوبي، سيفال المحشوبي مراد المالكي، أحمد الحامي تمريرات قصيرة بين عناصر الترجي مقطوعة من شكري السعداني، بيضوذان مصطفى بيضوذان وتدخل نعيم بربطي، خرج الكرة من مناطق الترجي، مطالبة من نعيم بربط بإخراج الكرة من مناطق الترجي. هذا أسامة سلامي في التوزيع، ترجع من معين الشعبان كمال زعيم، لكن وقت أخوه وسام بن يحيى، وسام بن يحيى يمر يمشي للرمال لأسامة السلامي، التوزيع في القائمة الثاني وتدخل وسام البكري قبل مصطفى بيضوذان، ضربة ركنية للنادي الإفريقي أمام المهاجم المغربي مصطفى بيضوذان، وإعادة لتوزيعة السلامي في القائمة الثاني، وتدخل وسام البكري ضربة الركنية السابعة للنادي الإفريقي. تنفذ الغرزول في صعود لمساندة هجوم الإفريقي في هذه الكرة الثابتة، لكن كورتو مرت جانبية لمرمى حمدي القصراوي، ضربة مرمى للترجي. أكيد سنشاهد بعض التغييرات بعد إقصاء الأسعد الورداني، هناك ضربة المرمى من حمدي القصراوي، ترويض من أمين الطيف، أمين الطيف عودة موسى بوكونغ، الطيف يحافظ على كورت مقطوعة من موسى بوكونغ وضربة مخالفة للمهاجم الإفريقي، موسى بوكونغ ضربة مخالفة للنادي الإفريقي في مناطقه مشي طولة تنفيذها المدافع الكامروني بيرنيانكا. بيرنيانكا يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة، مرفوع الكرة في اتجاه مصطفى بيضوذان، ومخالفة من جديد للمرة لسام البكري، مخالفة للنادي الإفريقي، ومطالبة بإنذار طاهر الأيسر للترجي. وسام البكري بعد تدخله الأخير مع المهاجم مصطفى بيضوذان، وسام السلامي يقول بشكولة تنفيذ ضربة المخالفة. وسام السلامي يستعد للتنفيذ وحوار كالعادة داخل مناطق جزاء الترجي، تنفذ من السلامي، يخرج حمدي القصراوي والكرة في الركنية، ضربة ركنية للنادي الإفريقي، هذه المرة تطير الزاوية من اليسار إلى اليمين بالنسبة لحارس الترجي حمدي القصراوي، بعد تدخله الأخير أمام محمد علي الغرزور،
حارس الترجي على أرضية الميدان. هذه المباراة الرابعة لحمدي القصراوي في لقاءات الأجوار، قبل خلالها سوس أهداف، بينما إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى حارس الترجي حمدي القصراوي لعب 13 مباراة قبل 7 أهداف. وتوصيات مدرب الترجي شاكي دوكي بيرو إلى حد الآن مقام بحتى تغيير رغم إقصاء متوسط ميدان النادي الإفريقي الأسعد الورداني. نفس الشيء بالنسبة لمدرب الإفريقي برترو مارشون، بينما تنفذ الركنية من وسام بن يحيى، ثم مصطفى بيضودان يرجع لأسامة السلامي، أسامة السلامي يرفع الكرة من جديد لبيضودان، قبله مهن الشعباني، محمد علي الخرزون، موسى بوكونغ، التمهيد وسام بن يحيى، بن يحيى يسدد ضربة المرمى، ضربة مرمى لكن الكرة تغير اتجاهها، يعني ثم ركنية للنادي الإفريقي، ضربة ركنية للنادي الإفريقي في توقيت 66 دقيقة لعب من المباراة، دائما التعادل دون أهداف. تنفذ من وسام بن يحيى، ترجع في القائم الأول السلام، أسامة السلام، أسامة السلام، أسامة السلام إلى وسام بن يحيى، التوزيع من وسام بن يحيى، ترجع من دفاع الترجي لأسامة السلامي من جديد، أسامة السلام، أسامة السلام يغير لوسام بن يحيى، متابعة من أحمد الحامي، الحوار بين بن يحيى والحامي، وضربة مخالفة لمتوسط ميدان الترجي أحمد الحامي. هذه إعادة للتدخل الأخير من وسام بن يحيى مع أحمد الحامي، ضربة مخالفة للترجي بشتولة تنفيذ الحارس حمدي القصراوي، مرفوعة من حمدي القصراوي، ترجع من شكري السعلاني قبل نعيم بربط، مراد المال، كرة طويلة شاكيب لشخم، قبله محمد علي الغرزور، ترجع لزهير الذوادي وقبله مراد المالكي، يضع الكرة في التماس، رمي التماس النادي الافريقي، شكري السعلان اولي بشي تولى التنفيذ، شكري السعلان الى الخلف، محمد علي الغرزور، غرزور يغير من اليسار لليمين لموسى بوكون، مقطوعة من وسام البكري، مرة أولى مازال حوار بين البكري وموسى بوكونغ، يخوها البكري والضغط من مصطفى بيضودان، والحكم يشير إلى ضربة مخالفة بالترجي. 67 دقيقة لعب في هذه المباراة والتعادل دون أهداف بين النادي الإفريقي والترجي الذي التونسي إلى حد الآن. إذن في النسخة 102 من دربي العاصمة لقاء الأجوار بين الإفريقي والترجي لحد الآن متعادل 0-0. إذن في هذا الشوط الثاني قل من 22 دقيقة لعب تحصل على نهاية المقابلة في وقت الأسر القانوني. قد يفكر الفرنسي جاكيد كبيرو في استغلال إذا خروج الورتاني في جوه النادي الإفريقي لإقحام مهاجم ثاني لمعاذة من الطيف. وإذا البنك احتياط الترجي فيه عديد المهاجمين لعل في صدارتهم حمد الحربي وكذلك سام القزاوي بالإضافة طبعا لأحمد بن يحيى. سنشاهد سننتظر ماذا سيقرر إذا مدرب الترجي. الظاهر والواضح أنه هو اللي يبادر بالتغيير. على كل قبل ذلك تعود الكرة للترجي في وسط الميدان مع العربي جابر المعين الشعباني يطلب الكرة وسام البكري من الجهة اليسرى، انتظار الانطلاقة بالنسبة للبكري لكن يقطعها خالد السويسي، تمشي لموسى بوكونغ يعترض المعين الشعباني والتماس الترجي، التماس الترجي إذن إلى أمين الطيف والتسديد جانبية، أمين الطيف صنع إذن أفضل فرصة وأخطرها بالنسبة للترجي في هذه المقابلة في بداية الشوط الثاني لما سدد. إذن قبالة الحارس بومنيجل وضربة كورته على القائم، إذن خروج إذن شكيب لشخم من المؤكد جدا ودخول إسلام القزاوي. إذن الترجي الآن أصبح يلعب أو سيلعب انطلاقا من هذه اللحظة بزوز مهاجمين قارين، إذن إسلام القزاوي وبالطبيعه الحال امين الطيف اللي يلعب منذ بدايه المقابله. اذا سامر القزداوي يا اخو ما كانش كي بلاشكم اللي يلعب اذا 70 دقيقه كامله. اذا اللاعب المنتدب من قوارب القرصه في ميركاتو الشتاء، وتوقف جديد للعب لاسعاف اذا احد اللاعبين الافريقي، اللقطه امامكم. اذا هو المغربي مصطفى بيضودان، مصطفى بيضودان اللي يخوض اول مقابله ليه بالوان النادي الافريقي. اذا مصطفى بيضودان اذا لعب الفتح الرباطي والرجاء البيضاوي المعروف، ثم كذلك كانت تجربه احترافيه
في روستوف الروسي قبل ما يرجع للرجاء البيضاوي، وفي بداية الموسم الحالي انتقل إذن للفريق المغرب الفاسي بعد إذن عدم تفاهم وانسجامه مع إدارة الرجاء البيضاوي، الرجاء اللي تخلى على مصطفى بيضان وكذلك على الحارس الشاذلي، بالإضافة طبعا لبوشروان اللي التحق بالترجي في الميركاتو الأخير. من جديد رفع رجل وهو مخالفة للنادي الأفريقي، مخالفة للأفريقي في 71 لاعب. نذكر سيداتي أواني سيادتي لكل من التحق بنا الآن في ديربي العاصمة، أن الأفريقي يلعب منقوص من خدمات لسعد الورتاني اللي تم إقصاؤه إذن بالإنذار الثاني بعد تدخله أمام مراد المالكي في كرة مشتركة في مناطق الترجي. المخالفة للأفريقي، ننتظر كيفية التبديل. ثم أسامة السلامي الاختصاصي إذن، وشكري كذلك الزعلاني ثنائي الأفريقي في تنفيذ هذه المخالفة المباشرة للنادي الأفريقي، تبعد تقريبا 35 متر على حارس الترجي. ننتظر التنفيذ، يحضر الزعلاني والسلامي سدد واعتراض من الدفاع مراد المالكي قبل سهير الزوادي، كرة من جديد للترجي، يفتك الغرزول، متقدم الغرزول، الغرزول يحاول يوصل طريقه لكن يقطع الكرة القصداوي اللي يتخلى منذ دقائق، ما كانش ركيب رشخم. ابعاد من دفاع الترجي، أسامة السلامي يمشي لكمال زعيم يخير الجهة اليمنى النعيم بربط، محاولة عكس الهجوم، ترجي حب يلعب المرتدات السريعة مختيره في اتجاه امين الطيف باعتباره انه احد لاعبي محور الافريقي محمد علي الغرزول كان متواجد في الهجوم في اللقطه الاخيره، يحب اذا يعكس الهجوم بسرعه، مرتداته سريعه من اجل استغلال النقص الواضح في دفاع الافريقي في اللقطه الاخيره. تعود من احمد الحامي ووسام بن يحيى، وسام السلامي يطلب الكره، زهير الزوادي في ضرب مراد الماكي يتقاطع، اذا عمليه تقاطع مع الحارس، مع الحارس القصراوي يأمر بموصلة اللعب الحكم المصري عبد الفتاح، ثم يطلق اللعب لإصعاب جو زهير الزوادي. ننتظر الإعادة، كانت لقطة سريعة. أسامة السلامي إذا نيمار الكرة في ظهر المدافع، المدافع مراد الملكي في هذا اللقاء. الإعادة سريعة جو زهير الزوادي، عملية التقاطع مع حارس الترجي والاحتكاك واضح، والكرة إذا تعود لدفاع الترجي. توقف اللعب اذا لاسعاف مهاجم الافريقي، كانت لقطه وعمليه ساخنه للنادي الافريقي، اسعاف زهير الزوادي في اللقطه الاخيره. اذا هذا زهير الزوادي لاعب الافريقي المنتدب اذا منذ بدايه الموسم من شبيبه القيروان، اذا تم ترسيمه من المدرب بيرترون مارشون في الجهة اليسرى لهجوم الافريقي. نشيط بالنسبة لزهير الزوادي، والكرة يقول الحكم لصالح الترجي الرياضي التونسي في مناطقه. هو اللعب توقف بإشارة من الحكم، كرة بين اثنين لاستئناف اللعب. ضربة مرمى للترجي، اللقطة بدون تعليق باعتباره انه بيدوزان أراد إبعاد الكرة إلى مناطق الترجي من أجل استئناف اللعب بضربة مرمى. خمسة وسبعين دقيقة لعب من لقاء الترجي والأفريقي في الجولة الافتتاحية من مرحلة الإياب، التعادل السلبي ما زال يسيطر على مجريات هذه المقابلة. نلعب ربع ساعة الأخير من لقاء الأجوار بين الترجي والأفريقي، لحد الآن غابت الأهداف والتعادل السلبي ما زال يسيطر على مجريات المقابلة. تدخل العربي جابر أمام بيدوغان يمنح الإنذار، إذا تم إنذار مراد الميركي العربي جابر، نعيم بربط وأمين الطيف من الترجي، في المقابل وسام بن يحيى وكذلك مسعد الورتاني اللي قاد الميدان بالإنذار الثاني. للنادي الافريقي في توقيت 75 دقيقة لعب من المباراة مع عودة زهير الزوادي، تلقى الاسعافات خارج الميدان شكري الزعلاني وأسامة السلامي على الكرة في هذه المخالفة، يمر الزعلاني خلي السلامي، التسديد من السلامي، حث عن المباغتة أسامة السلامي وكورته ضيعة، ضربة مرمى للترجي
فكروا تغيير وحيد إلى حد الآن كان قام به مدرب الترجي جاكي دوكي بيرو من خلال إدخال سلامة القزداوي ما كان شاكي بلاشخن. بينما مدرب النادي الإفريقي بيرترو مارشان يعاول على نفس التشكيل اللي بدأ بها المباراة، والنادي الإفريقي يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 59 بعد إقصاء الأسعد الورداني بسبب حصوله على زوز انذارات. كرة باش ترجع بضربة مرمى للترجي، حمدي القصراوي استعد لتنفيذ ضربة المرمى واستئناف اللعب، يعطي الحكم عصام عبد الفتاح إشارة التنفيذ، تنفذ الكرة من حمدي القصراوي في وسط الميدان، ترجع من وسام بن يحيى يقوها أسامة السلام، أسامة السلام السلامي التوزيع مهني الشعباني وحمدي القصراوي قبل زهير الضوادي، حمدي القصراوي قبل زهير الضوادي، هذه إعادة لتوزيع السلامي ومعين الشعباني ثم حمدي القصراوي قبل مهاجم الإفريقي زهير الضوادي، يرجع الهجوم من جديد للإفريق، موسى بوكونغ يرفع كورة ترجع من العربي جابر، عربي جابر وسام بن يحيى، وسام السلام، وسام السلام يرفع كرة ترجع من معين الشعباني وخالد السويسي قبل نعيم بربطي لموسى بوكون، بوكون يلعب في الرواق في اتجاه خالد السويسي، خالد السويسي التوزيع وموسى مصطفى بذوذان قبله العربي جابر، من جديد موسى بوكون في اتجاه بيرياكا ثم ضغط من نادي الإفريقي، التوزيع ترجع في هجوم معاكس للترجي، أمين الطيب، أمين الطيب 2 ضد 4، أمين الطيب ينتظر المساندة، أمين الطيف يعمل مراوغة يربح مخالفة، يربح مخالفة بعد تدخل شكري السعلاني، ما كانتش عنده حلول كثيرة أمين الطيف، 2-4 انتظر المساندة وربح مخالفة، ضربة مخالفة للترجي، ضربة مخالفة للترجي في توقيت 77 دقيقة لعب من المباراة، دائما التعادل دون أهداف، تنفذ من نعيم بربط لكن الحكم عصام عبد الفتاح يأمر بإعادة التنفيذ، نعيم بربط هو اللي مشيت ولا تنفيذ المخالفة، يرفع كورة بعيدة ضايعة في مناطق الإفريقي وثم مخالفة، ثم مخالفة لصالح دفاع النادي الإفريقي، علي بوميز هو اللي مشيت ولا تنفيذ ضربة المخالفة للنادي الإفريقي، مربوعة من علي بوميشن في اتجاه مصطفى بذوذان وتدخل سيفار المحسوبي والحكام يقول ضربة مخالفة لمهاجم النادي الإفريقي المغربي مصطفى بذوذان، وسام بن يحيى هو اللي مشيت ولا التنفيذ، وسام بن يحيى محمد علي الغرزول، الغرزول أرضية للثوات، شكري السعلاني، شكري السعلاني، شكري السعلاني التوزيع لموسى بوكونغ، تمر الكرة موسى بوكونغ أمام وسام البكري وصعود خالد السويسي، توصل الكرة الآن خالد السويسي، التوزيع في القائمة الثانية ما ثم حد، ثم زهير الذوادي متابع من مراد المالكي وتمير الكرة ضايعة، رمي التماس للترجي، رمي التماس للترجي، بدنا نقتربوا من آخر 10 دقائق في المباراة ودائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. بالفعل العشر دقائق الأخيرة من إقصاء الترجي والإفريقي، معين الشعباني الجهة اليسرى، وسام البكري، سيف الله المحجوبي، سيف الله المحجوبي كرته مقولة بالعرض يلعب مع الظهير الأيمن مراد المالكي، ثم العربي جابر في المحور مع معين الشعباني، أرضية يحاول يقطعها بوكونغ، توصل إذن لهجوم الترجي في مناطق الإفريقي في وسط الميدان الجهة اليسرى، وسام البكري معاه إذن موسى بوكونغ، موسى بوكونغ في المعارضة الدفاعية إذن يخطي الرواق الأيمن بالنسبة لموسى بوكونغ، التوزيع هو الحارس علي بومنيجن بدون خطورة كبيرة، علي بومنيجن المتألق في هذا اللقاء لحد الآن، شكري الزعلاني، شكري الزعلاني
كرة طويلة في اتجاه بيضوزان، والعربي جابر في التغطية قريب جدا من مهاجم الافريقي ورقمه عن قرب. مراد المالكي في استهداف اللعب لصالح الترجي بتماس لإسلام القصداوي. مراد المالكي طويلة، محمد عيل غرزور يرجع كرة رأسية، أحمد الحامي وسيف الله المحجوبي في اتجاه كمال زعيم في وسط الميدان أو نعيم مربط. سيف الله المحجوبي، كمال زعيم الطيف والدفاع الافريقي، الحارس علي بومريجن، كانت من وسام بن يحيى لحارسه. مراد المالكي يراقب الكرة الى التماس لصالح الترجي. عربي جابر، سيف الله المحجوبي، اذن كرات قصيره ارضيه من لاعب الترجي في وسط الميدان. كمال زعيم ثم سيف الله المحجوبي الجهه اليسرى في الموجود معين الشعباني، يحب يدرج بالكره الترجي في محاوله لجلب لاعب الافريقي لاخراجه من منطقه. ثم التوزيع في اتجاه القصداوي تعود من دفاع الافريقي وسام بن يحيى، يخير موسى بوكونغ من الجهه اليمنى، بيضوزان يطلب الكره في محور دفاع الترجي، يخير التوزيع في اتجاه الذوادي تقطع توصل السلامي، يخرج له شكري الزعلاني يوصل له الكره من الجهه اليسرى قريب من الذوادي، لكن مراد الملكي قبل شكري الزعلاني. شكري الزعلاني هو المخالفة أو يتوصل اللعب، إشارة الحكم يشير لمواصلة اللعب. زهير الذوادي، أسامة السلامي، أسامة السلامي، والتماس الإفريقي، التماس الإفريقي في 83 دقيقة لعب. التماس الإفريقي، أسامة السلامي يخلي الكرة شكري الزعلاني. زهير الذوادي ثم الزعلاني، التوزيع في اتجاه بيضوزان على حدود منطقة الترجي. بيضوزان معه الحامي، بيضوزان يحتفظ بالكرة، والمخالفة، المخالفة إذن النادي الإفريقي، المخالفة للنادي الإفريقي في الدقائق الأخيرة من هذه المقابلة. إعادة للعملية الأخيرة. كم إذن صفر الاحتكاك الأول، مش إذن اللقطة الثانية اللي عرقل فيها اللاعب الإفريقي وسام البكري. منتظر تنفيذ المخالفة للإفريقي طويلة في مناطق الترجي، والتسديد بالرأس عالية الكرة، التسديد بالرأس كانت عملية خطيرة لصالح النادي الإفريقي. إذن هذا زهير الذوادي، إعادة لتنفيذ المخالفة، كرة ضايعة على القصراوي، وزهير الذوادي راسيته تمشي عالية بعيدة على مرمى الترجي. إذن نلعب الدقائق الأخيرة من لقاء الإفريقي والترجي، الدقائق القاتلة في الحقيقة، لأنه الفريق اللي سجل في هذه الدقائق فإنه يكون نقطع إذن خطوة كبيرة من أجل تحقيق الفوز في درب العاصمة. إذن بدأ العد التنازلي لنهاية المقابلة. أحمد الحامي يحاول يتخلص من وسام بن يحيى، ثم يرجع الحامي من جديد، وسام بن يحيى مرة أخرى يتدخل، التسديد ومن جديد بيير نيانكا في الاعتراض، وسام بن يحيى توصل الكرة للذوادي، الذوادي يخرج له من الجهة اليسرى ياخذ مكانه بيضوزان، لكن ضايع الكرة تمشي للعربي جابر للحارس حمدي القصراوي، وبعد كرة كما جات من حارس الترجي لوسط الميدان. وسام بن يحيى، وسام بن يحيى في اتجاه خالد السويسي ظهير الأيمن لدفاع النادي الإفريقي في معارضة مستمرة للهجوم. موسى بوكونغ في زاوية ضيقة أو مساحة ضيقة، إذن يتفوق لاعب الترجي معين الشعباني في اللقطة الأخيرة تجي ضربة مرمى الترجي في 85 دقيقة لعب في هذه المقابلة. لحد الآن متعادلة سلبيا، جمال زعيم، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى، وسام بن يحيى في اتجاه الذوادي مع مراد الملكي، زهير الذوادي مع مراد الملكي في محاولة تجاوز الملكي، زهير الذوادي يحتفظ بالكرة يدور يتخلص من الملكي، والمخالفة تدخل إذا مدافع الترجي أو ربما ايش يقول الحكم من بعد؟ هو الإنذار الثاني والإقصاء للملكي،
والإقصاء إذا لمراد الملكي بالبعد. إذا تعادل على مستوى الإقصاءات بعد خروج إذا مسعد الموريتاني في 59 دقيقة لعب أمام نفس اللاعب مراد الملكي. إذا مراد الملكي في هاللقطة بعد تدخل زهير الدوادي يحصل إنذار الثاني ويغادر الميدان في 85 دقيقة لعب. إذا تتعادل إذا على مستوى العددي المقابلة بين الترجي والإفريقي. والفريق سيواصل ما تبقى من الوقت بعشر لاعبين. والإقصاء الثاني من الحكم المصري عصام عبد الفتاح بعد ما كان أقصى لسعد الورداني في دقيقة 59 يقصي مراد المالكي في دقيقة 85 بسبب حصوله على سوز الدارات وتغيير في تشكيلة النادي الإفريقي. ثم وليد الهيشري ياخذ مكان زهير الدوادي وتغيير في تشكيلة الترجي. تغيير في تشكيلة الترجي زهير الدوادي يغادر ياخذ مكان وليد الهيشري بانتظار تغيير الترجي. الكرة ستتم بكرة ثابتة لصالح النادي الإفريقي. لا تغيير سيتم الآن حسب إشارة الحكم الرابع التونسي عواز الترابلسي. حمزة زكار ياخذ مكان كمال زعيم. حمزة زكار إذا مكان كمال زعيم مدافع مكان متوسط ميدان في تشكيلة الترجي. شكري الزعلاني يوزع وموسى بوكون في القائمة الثانية. التوزيع من الزعلاني موسى بوكونغ في القائمة الثانية. كورتو كانت مش بعيدة على مرمى القصراوي. هذه لإعادة تنفيذ المخالفة من شكري الزعلاني وموسى بوكونغ في القائمة الثانية. تسديدته كانت جانبية لمرمى الحارس حمدي القصراوي. أقل من كذا دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي في مباراة ملعب 7 نوفمبر ميرادس بين النادي الإفريقي والترجي. والتعادل دائما دون أهداف بين الفريقين في انتظار ما سيضيف الحكم الدولي المصري عصام عبد الفتاح كوقت بديل للمرة الثانية. الدولي المصري عصام عبد الفتاح في الرابطة المحترفة الأولى التونسية بعد إدارته لمباراة النجم الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي في إطار الجولة 12 للرابطة المحترفة الأولى يوم 17 ديسمبر الفارط في سوسة. يدير هذا اليوم مباراة الأجوار في ملعب رادس بين الإفريقي والترجي. وإلى حد الآن عصام عبد الفتاح كان قريب إلى كل الكرات والسوسيات. ضربة مرمى للنادي الإفريقي في التنفيذ. علي بومنيش يرفع الكرة في اتجاه وليد الهيشمي. تدخل معين الشعبان أمين الطيف مع بيرنيانكا. الطيف عودة وسام بن يحيى في اتجاه سلام القصداوي مقطوعة من شكري الزعلان. وسام بن يحيى مصطفى بيضودان يلعب قصيرة مع أسامة السلامي في الرواق. مصطفى بيضودان متابعة من حمزة زكار بيضودان بوكونغ ولا هدف الأول. مصطفى بوكونغ ولا هدف الأول. بعد تمريرة حاصلة من مصطفى بيضودان في القائمة الثانية المهاجم التمريري مصطفى بوكونغ. إذا يتوصل لافتتاح التسجيل ب 89 دقيقة لعب في ملعب 7 نوفمبر ميرادس. إذا تهتز المدرجات. جماهير الإفريقي تتفاعل مع الهدف دقيقة قبل النهاية. برشلونة إذا أكبر مستفيد من لقاء الديربي ينسي أحبها الإفريقي ولو للحظات. هزيمة الأسبوع الفارط في إطار كأس تونس للترجي جرجيس. الإفريقي يتوصل لافتتاح التسجيل في 89 دقيقة لعب في الوقت القاتل اللي قلت عليه منذ لحظات أنه لو يتوصل كل فريق للتسجيل فإنه يصعب على الفريق الآخر العودة في النتيجة. كانت عملية نموذجية يطلب الكرة بضوضان المغرب الخطير. إذا بيدو جول كما هو معروف في المغرب يطلب كرة في منطقة شهرة من أسامة السلامي يوصلها له في أمتار معدودة. ثم إذا يخرج موسى بوكونغ يطلب كرة وحيدة من بيدودان يخرجها له في القائم الثاني ليكون الهدف الأول للإفريقي في ملعب 7 نوفمبر ميرادس في 89 دقيقة لعب. انتصار لو يتواصل الإفريقي فإنه سيمكنه إذا من إيقاف حتى سرقة الترجي المتواصلة من موسم 97 تحديدا من أكتوبر 97 آخر اتصال الإفريقي على الترجي كان بمدرب فرنسي كذلك روني إكس برايا. إذا يعود الفرنسي برترو مارشون في دربي ثالث ليه ضد الترجي لحد الآن يتوصل من التسجيل في 89 دقيقة لعب. الإفريقي كان الأفضل على امتداد رضاهات المقابلة من حيث عدد الفرص
لكن الترجي كان خبير وقدير وقوي وصاحب خبرة في امتصاص هيجان هجوم الافريقي حتى خروج مراد المالكي افتتحت إذن تم فتح الجهة والثغرة الجهة اليمنى لدفاع الترجي اللي فرغت من مراد المالكي فانطلق فيها بيضوغان وطب فيها كورة من القائم الثاني موسى كوكوم وتمكن من افتتاح التسجيل الافريقي في 89 دقيقة لعب إذن تتغير النتيجة في ملعب 7 نوفمبر برادس الافريقي متقدم في الدربي هدف مقابل 0 لحد الآن. إذن نادي الافريقي يتوصل إلى افتتاح التسجيل في الدقيقة 89 عن طريق الكاميروني موسى كوكوم بعد تمهيد من المغربي مصطفى بيضوغان صاحب تمريرة حاسمة في أول دور لي في تشكيلة النادي الإفريقي خلي مكانه المهرعة مهاجم مكان مهاجم وطبعا تحية المدرب بيرترو مارشون إلى مهاجمه الجديد المغربي مصطفى بيضوغان. ترجع الكرة لحارس الترجي حمدي القصراوي خارج مراد يرفع كرة طويلة سلام القصداوي قبله محمد علي الغرزور ترجع من حمزة زكار وسام البكري لأحمد الحاب سعود مهين الشعباني أصبح يلعب كمهاجم قاد بعد افتتاح التسجيل من موسى بوكونغ للنادي الإفريقي. هذا محمد علي الغرزور موسى بوكونغ يلعب كرة ماهر عامر وسعود محمد علي الغرزور يصبح مهاجم ماهر عامر يعمل مراوغة يتباطى وترجع الكرة للترجي من سلام القصداوي يلعب كرة طويلة المعين الشعباني 2-3-4 معين الشعباني أمام خالد السويسي الشعباني يحاول المرور والتغطية مخالفة وضربة مخالفة للنادي الإفريقي للإعادة للتدخل من معين الشعباني مع وسام بن يحيى كما ذكرنا بين إذا توصلت هذه النتيجة تقدم النادي الإفريقي هذه المباراة فإنه الإفريقي ينتصر بعد آخر انتصار لي على حساب الترجي يعود إلى شهر أكتوبر 1997 حوارات كانت كبيرة جدا بين الإفريقي والترجي وبعض الأرقام لدي بعض الأرقام اللي هو الأرقام اللي كانت تحبوا تعرفوا الأرقام فإن الهدف اللي سجلوا إذا المدرحين مصطفى كوغا الكاميروني في شباك القصراوي هو الهدف 209 في تاريخ لقاء الإفريقي والترجي إذا باعتبار أنه نصيب الأسد للترجي ب 21 هدف في حين اكتفى الافريقي قبل هالمقابله ب 87 اصابه في شباك الترجي لكن الحديث على الاهداف يجرنا للعوده للبدايات اول مقابله دارت يوم 13 نوفمبر 55 بملعب الشاد زويتر بين الافريقي والترجي وصاحب الهدف الاول في هالمقابله اذا هو منير القبيلي اللي منح اسمه اذا لحديقه الافريقي واخر هدف تسجل في دربية العاصمة لحد الآن من صنع بوكون من إنجاز الكاميروني الصغير منذ دقيقتين لصالح الإفريقي في هذه الدقائق الأخيرة الترجي يناور ويهاجم وبطبيعة الحال الترجي ماهوش ذهاب يديه في آخر المقابلة في محاولة منه لإدراك التعديل قبل ذلك بيرترو مارشون يحاول يجري تغيير تكتيكي يربح به بعض الوقت ويقتل بها المقابلة فيما تبقى فيها من ثواني إذن محاولة لإخراج أسامة السلامي بالفعل ودخول برهان غنام من المؤكد جدا باش يكون بعد لحظات في الدقيقة الرابعة والأخيرة من الوقت بدل ضاع من لقاء الإفريقي والترجي لحساب الجولة الأولى من العودة من الرابطة المحترفة الأولى بملعب 7 نوفمبر برادس الإفريقي متقدم هدف مقابل صفر في هذه اللحظات والثواني الأخيرة الترجي يلعب آخر حظوظه في كرة أخيرة من أجل إدراك التعديل في هذه المقابلة كل لاعبي الترجي إذن في الهجوم أحمد الحامي في التوزيع في القائم الثاني علي بومنيجي اللي لم يتابع كرة يلتقطها فضائية في هذه اللحظات الأخيرة تجاوزنا الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضاع نلعب 94 دقيقة فأكثر مخالفة لحارس الإفريقي علي بومنيجي اللي نذكر منذ انضمامه للإفريقي لعب إذن كل الدربيات لعبها ضد الترجي إلا وقبل فيها أهداف إلا لقاء اليوم فإنه استأسد لحد الآن الترجي قلت كان خطير جدا والأفريقي كان هو المنتصر واللي غنم لذة الانتصار في النهاية إذا في هذه المقابلة ما هيش مصيرية لن تكون حاسمة لن تحدد وجهة اللقب ولكنها في حد ذاتها حدث هي بطولة مصغرة بين الأفريقي والترجي الترجي اللي يلعب على جميع الوجهات كأس البطولة وكأس إفريقي نتمنى له بطبيعة الحال الحظ الأوفر في باقي الجولات أكيد نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي بهدف الكاميروني موسى بوكونغ في انتظار أن يلتحق بنا
زميلنا الشاكيب الخويلدي